بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لحضراتكم. اسبوع جديد من البريمو، ونبتدي النهارده طبعا الاسبوع من خلال مباريات الدوري الممتاز. الاسبوع ال 12 كان بالامس، يمكن واحنا بنتكلم او يعني بنتكلم بدايه من يوم الخميس، الاسبوع ال 12 ابتدى بمباراه ام بي يو مع الاهلي طبعا، والزمالك مع الداخليه، والنهارده استكمالا للاسبوع ال 12 ايضا مباراه بيراميدز وغزل المحله، وفوز كبير كان لبيراميدز صراحة في أول ظهور لباتشيكو في الإدارة الفنية لبيراميدز. النهاردة بيراميدز بيفوز 4-0، كلين شيت، 4 أهداف، 3 نقاط، أول 3 نقاط لبيراميدز مع باتشيكو، بالتالي طبعا ثقة كبيرة موجودة لدى اللاعبين النهاردة، وشكل مختلف لبيراميدز الحقيقة. أيضا كان في مباراة المصري الاتحاد النهاردة، كان ماتش رائع، ماتش جماهيري ما بين الفرقتين، وفوز المصري 2-1، وبالتالي طبعا يعني استمتعنا بهذا اللقاء المثير. كان في لقاء مثير أيضا، لقاء سيراميكا كليوباترا وفيوتشر، وفوز أيضا فيوتشر 3-2. هنتكلم على تفاصيل الماتشات ونتائجهم في النهارده في البريمو من خلال طبعا تواجد الكابتن احمد صالح، كابتن محمود ابو الدهب نجومنا النهارده في البريمو. عندنا اخبار مهمه وصفقات خلاص بتم الاعلان عنها في النادي الاهلي، ولسه طبعا الانديه الاخرى هيتم الاعلان عن صفقات جديده، والانتقالات الشتويه ساخنه جدا من خلال الدوري الممتاز. خلينا نبتدي حلقتنا باهم اخبارنا. طيب، يعني قبل ما اتكلم على مباراه اليوم ونتائج مباراه اليوم والاثاره في مباراه اليوم، سواء بقى بنتكلم مباراه بيراميدز وفوز بيراميدز على غزل المحله، او المصري وفوزه على الاتحاد السكندري، او فيوتشر وفوزه على سيراميكا، طبعا نتائج مباراه الاهلي والزمالك في يوم الخميس اللي كانت لعبت طبعا مباراه، سواء بقى الفوز على ام بي، الاهلي فاز على ام بي 2-0، او الزمالك بيتعادل مع الداخليه. هتكلم على النقطه دي، لكن خليني اقول لكم بس النتائج النهارده ما دام طلعها لنا على الشاشه. بيراميدز بيفوز على غزل المحله 4-0، وزي ما قلت اول ظهور لباتشيكو. هتكلم على باتشيكو الصراحه في وجوده مع بيراميدز، هل هيكون الشكل الايجابي مختلف ولا الامور هتكون عامله زي؟ المصري بيفوز على الاتحاد السكندري في مباراه مثيره جدا جدا 2-1، اما سيراميكا كليوباترا بتخسر من فيوتشر النهارده 3-2، بعد ان كان متقدم سيراميكا على فيوتشر، ولكن طبعا فيوتشر بيعود بقوه من خلال فريق لا ييأس، فريق عنده الاصرار على العوده مره اخرى للقاء، وبيفوز 3-2 على سيراميكا كليوباترا. هرجع لمباراه الاهلي وام بي والداخليه والزمالك، وفوز الاهلي طبعا على ام بي، وتعادل الزمالك مع الداخليه 1-1، فوز الاهلي طبعا 2-0. وبالتالي ما بعد اللقاءين دول، بعد اللقاءين دول حاجات كتير قوي، يعني احداث حصلت، وبالاخص في نادي الزمالك. انا هتكلم عن النادي الاهلي، لان النادي الاهلي الامور بالنسبه له ما بعد اللقاء ابتدى يعلن عن صفقاته، سواء كريستو، سواء يعني صرف النظر عن الصفقه الخاصه بيعقوبه، والبحث عن مهاجم اخر او لاعب اخر يكون يحقق طموح النادي الاهلي في المركز ده. طبعا البحث طبعا عن بعض اللاعبين الجيدين في مراكز معينه داخل النادي الاهلي، لكن في نادي الزمالك الامور اختلفت. نادي الزمالك كان في بعض اللي يمكن هزه، ده يعتبر بالنسبه لنادي الزمالك التعادل الرابع، وبالتالي بتبتعد عن النادي الاهلي المنافس التقليدي ليك في الدوري الممتاز. وقلق حصل لدى جماهير نادي الزمالك من خسارة الدوري أو عدم الحفاظ على اللقب للمرة الثالثة على التوالي، ده يمكن طموح وأمال جماهير الزمالك في فرقتها السنة دي، خصوصا ما بعد ما حدث في الفترة اللي فاتت، وبعض النتائج برضو للنادي الأهلي كان فيها حالات تعادل، سواء بقى مع سموحة أو مع الفرق الأخرى اللي تعادل فيها النادي الأهلي. النادي الأهلي عنده 3 تعادلات، وبالتالي
الامور بالنسبه لي كانت جماهير نادي الزمالك انها كانت خلاص بقى الامل ابتدى يعود مره اخرى، والامور ما ابتعدتش عن النادي الاهلي في ظل ان نادي الزمالك بيتعادل وبيخسر من اسوان، لكن النادي الاهلي ساعده في وقت من الاوقات ان الامور تفضل موجوده. لكن التعادل الاخير مع الداخليه ده الترتيب الخاص بفرق الدوري فيوتشر بعد فوزه النهارده بقى في المركز الثاني بيتفوق على نادي الزمالك بنقطه، وبالتالي طبعا ده الشكل العام ما بعد مباراه يوم. لسه طبعا الدوري لسه شغال، لسه طبعا كلاسيكو مسقيه هتبقى موجوده، هنشوف مين بيكسب مين بيخسر، حاجات كتير بتتغير في الوقت الحالي. لكن الاهم ما حدث في نادي الزمالك وهذا اللي حصل داخل نادي الزمالك، ان في بعض الامور ممكن بتتغير، في كلام كتير طلع ان فريرا ممكن هيمشي، وانا يمكن سؤالي لما هيجي ضيوفي هل الظهير الجماهيري لفريرا يكون هو السبب لوجود فريرا حتى الان داخل نادي الزمالك؟ في الاخر يعني مجلس اداره نادي الزمالك بيبحث عن الفوز بالنسبه لفرقته وسعاده جماهيره، وما يحدث داخل نادي الزمالك في تعادلات او هزيمه من فريق اسوان ممكن يكون في تفكير داخل الاداره في تغيير الخاص بالجهاز الفني. طبعا اعتذار كابتن اسامه نبيه بلا شك في توقيت ممكن يكون صعب جدا اثر على الاحداث داخل الفريق. في نفس الوقت الاداره الفنيه الغير جيده في بعض المباريات بالنسبه لفريرا اكيد اثرت في ظل طبعا تعادلات، في ظل هزائم موجوده او هزيمه موجوده من اسوان اثرت برضو على الحاله الخاصه باللاعبين، وهنا بيستغلها فرق يعني الداخليه استغلت الجزئيه الخاصه بهزيمه اسوان، استغلت الحاله اللي موجوده داخل الفريق، بالاضافه الى التصريحات الخاصه باداره نادي الزمالك عن بعض اللاعبين والشكل الخاص اللي بيحدث داخل اللاعبين، وفكره المسؤوليه لدى لاعبين نادي الزمالك هل هي زي ما كانت موجوده السنه اللي فاتت؟ هل اللاعبين عندهم المسؤوليه ان هم يفضلوا متواجدين في منصه التتويج، ولا الامور فيها شبعه ان خلاص انا جبت بقى سنه والتانيه فخلاص بقى انا عملت اللي عليا؟ ودي بيبقى طموح بتبقى موجوده لدى اللاعبين، والاداره طبعا اكيد بتبقى ليها وقفه مع النقطه دي. ممكن الوقفه تكون مش يعني باسلوب ممكن تبقى فيها بعض الحده وبعض الامور اللي ممكن تكون تودي لمنطقه تانية خالص ان الامور تتفكك. وبالتالي هنا نادي الزمالك في الوقت الحالي بين طريقين، انك ترجع للطريق اللي هو تكمل بيه الموسم وان لسه الدوري طويل واللعيبه تفكر في النقطه دي وان هم لسه في المنافسه، او اللعيبه بقى تفك سواء بقى من خلال لعيبه ممكن تكون مش في دماغها، لعيبه ممكن تكون هتغضب هتزعل خلاص رمت الفوطه للنادي الاهلي دلوقتي متفوق عليهم مثلا بخمس نقاط وفيوتشر بيخش تاني، حاجات كتير داخل نادي الزمالك حدثت ما بعد مباراة الداخلية والزمالك. وزي ما قلت لكم على الجانب الآخر النادي الأهلي بيعلن عن صفقات زي كريستو، زي ما قلت هشام صلاح، يعني مين يا جماعة معلش عشان أنا نسيت الصفقة، مين الصفقة التانية النادي الأهلي اللي أعلن عليها يا جماعة بس عشان أنا نسيت الصفقة اللي أعلن عليها النادي الأهلي غير كريستو اللاعب النجم الساحلي، خالد عبد الفتاح لاعب سموحة، وده طبعا بديل عن اكرم توفيق اللي في الجبهه اليمنى، لاعب كويس ولاعب مهم جدا، وهتكلم على صفقات النادي الاهلي. ولكن خلينا نروح لكابتننا الجميل كابتن محمد عبد الكريم المدرب العام لفريق فيوتشر، وهنيه صراحه على اداء الفريق النهارده والعوده مره اخرى للمباراه والفوز بعد ان طبعا كان في تاخر بالنسبه لفريق فيوتشر النهارده في النتيجه. كابتن محمد تحياتي ليك. كابتن فاروق تحياتي ليك وحشتني وبركاتك. الله يخليك كابتن، مبروك النهارده كابتن، ماتش كان رائع من الفرقتين الحقيقه، وانتوا يعني بحييكوا على رجوعكوا واصراركوا ان كنتوا تعودوا للمباراه مره اخرى. يعني الحمد لله ماتش مهم الله يبارك فيك ومع فرقه محترمه جدا طبعا. ماتش مفتوح من الفرقتين ماتش فيه متعه كوره كابتن فاروق، هو ده اللي احنا موصلينه للعيبه، لازم مصممين على طريقه لعبنا مش هنغيرها. وفرقه سيراميكا فرقه عندها عناصر كويسه جدا، قدرنا نقفل على مفتاح اللعب، فرقه دخلت فيها جون في الشوط في اول دقيقه من الماتش وقدرنا نرجع، وفي نهايه الشوط الاول يخش فيه جون تاني. الحمد لله كابتن علي بين الشوطين قال للعيبه خلاص احنا مغلوبين، هنلعب الكوره بتاعتنا
وهنكسب، هنجيب جون واثنين وثلاثه، وده حصل الحمد لله. بشكر اللعيبه على الاداء وعلى التعليمات اللي هم اخذوها من الكابتن علي ومن الجهاز الفني الشوط الثاني، وقدرنا نوصل للماتش لثلاث نقط مهمين جدا مع فرقه محترمه في ظل ضغطه المباريات يا كابتن فاروق، في ظل الغيابات اللي عندنا. الحمد لله الفرقه ما بتقفش على حد، وهو ده اللي احنا وصلناه للعيبه، وهو ده اللي هو موصلنا للمركز الثاني. كابتن، فكره انك النهارده يخش فيك هدفين، بتشوف برضو انتوا كجهاز فني عالجتوا الامر ده ازاي والعوده دي بالشكل ده؟ ايه اللي كان ناقص في التيم النهارده انتوا بقى ابتديتوا تشتغلوا عليه عشان تعودوا بالفوز ده بالشكل ده كابتن؟ لان انا حابب ان انا اسمع كابتن، يعني ايه التجارب دي مهمه جدا في الدوري الممتاز، والعوده من الهزيمه للفوز دي برضو كنا بنشوفها في الكاس العالم، وبالتالي النهارده شفناها مع فيوتشر النهارده في العوده للفوز كابتن. يعني الحمد لله يا كابتن فاروق، الهدوء. قلنا للعيبه لازم يبقى في هدوء، واحنا معانا الكوره دايما، الكوره طول ما معاك عندك فرصه انك تجيب جون واثنين. هو ده اللي حصل. فتحنا، خلينا عمر كمال وعبد الكبير الوادي يفتحوا الجناب عشان نستغل الحته بتاعت ورا محمد شكري وورا بودي، وده اللي حصل. الجون الثاني رضا بوبو قدر يستلم في ظهر الديفندرين، فقلنا طول ما احنا معانا الكوره هنجيب جوان. هو ده اللي حصل يا كابتن فاروق، والحمد لله الحمد لله توفيق ربنا كان معانا. جوناثان في الكروس بتاع عمر كمال، قلنا له اول ما جوناثان يستلم الكوره لازم تبقى انت ورا مروان محسن، وده حصل في الجون الثالث. فبقول الحمد لله يا كابتن على المكسب النهارده مهم جدا، وصلنا للنقطه 26 في ظل المنافسه الشرسه دي على المربعين. المركز الثاني يا كابتن بعد الفوز النهارده ووجودكم طبعا انتوا السنه اللي فاتت او السنه دي ما زلتوا طبعا موجودين في الكونفدراليه الافريقيه، وبالتالي هل التمسك بالمركز ده هو طموح موجود عند فريق فيوتشر؟ يعني الحمد لله الحمد لله يا كابتن فاروق، ده الطموح ده عند الجهاز الفني وعند اداره النادي، موصلينه ده للعيبه. عايزين بنقول للعيب دايما انت السنه اللي فاتت عملت ايه؟ السنه دي هتقدم ايه للدوري ونفسك وللفرقه؟ فهو ده الموصلين. احنا السنه اللي فاتت الحمد لله كنا في المربع وخدنا بطوله، السنه دي عايزين نوصل لابعد مدى، عايزين ناخد مركز احسن، وعايزين نوصل في البطوله افريقيا لابعد مدى. فبناخد الماتش يعني ماتش بماتش. النهارده كان مهم قوي ان احنا نكسب 3 بونت، نفكر نكسب النهارده ونفكر في الماتش اللي بعدين. يعني عندنا ماتش صعب جدا مع بيراميدز، كنا قفلنا على الماتش وفرحنا بعد الماتش، ونستعد بكره ان شاء الله لماتش بيراميدز. كابتن محمد، انا يعني اتمنى لكم التوفيق، ونتمنى الدوري الممتاز يبقى بالشكل ده، فكره انك ما تعرفش مين ممكن يكسب، حتى لو انت متقدم بهدفين او باي اكتر من هدف، ما نعرفش مين ممكن يكسب في المباراه. والحقيقه انت عملتوه النهارده من خلال اداء ممتع، من خلال اهداف، من خلال الجمل اللي انا شفتها النهارده في اللقاء. كابتن محمد، انا بشكرك واتمنى لكم كل التوفيق في الفتره القادمه، خصوصا يعني فيوتشر احد الفرق المصريه المتواجده في الكونفدراليه الافريقيه بجانب طبعا بيراميدز، هم كمان في مجموعه واحده الحقيقه. كابتن محمد عبد الكريم، مدرب عام لفريق فيوتشر. طيب، احنا كنا بنتكلم على الاهلي والزمالك وما حدث ما بعد مباراة الخميس، اللي كانت مباراة بداية الأسبوع الـ 12، الأهلي وفوزه على إمبي والزمالك والداخلية. اتكلمت على الزمالك، ولسه طبعا الكلام هيكون مع ضيوفي في الجزء الثاني من الحلقة، لكن الأهلي أعلن عن الصفقات الخاصة به، سواء كريستو النجم الجديد اللي جاي من النجم الساحلي. وهنا عايز أتكلم في نقطة مهمة، ان كريستو ممكن يكون موجود في مركز النادي الاهلي، عنده مجموعه من اللاعبين في المركز ده صغار السن، او زياد طارق، ميسي، دول لعيبه جم وما لعبوش. لكن في الاول وفي الاخر انت فريق بتبحث عن البطولات في كل يعني بطوله بتخشها، وبالتالي عايز في كل مكان، وبالاخص في الجزء الهجومي. وانا هنا بقول الحقيقه، مش عشان احنا مثلا معروف انتماءاتنا، لكن احنا بنقول بالشكل ممكن المنظور اللي هو ممكن يكون فيه بيفكر فيه مسؤولين داخل النادي الاهلي. وبالتالي انت دايما بتعتمد على الهجوم، بتعتمد على الجزء الخاص ده واللي هي المكسب دايما. فبالتالي اكتر اللاعبين والمراكز اللي بتحاول تجيبها هي في المراكز الاماميه او الهجوميه. هنا في علاقات موجوده برضو ما بين الانديه في الوطن العربي، بالاخص احنا بنتكلم شمال افريقيا. انت النهارده الفيديو الخاص بتقديم كريستو كان بصوت علي معلول، ان هو بيقول له انت جاي في مكان فيه عدد كبير من الجماهير، 70 مليون وحاجات كتير جدا، بصوت علي معلول. وده بيقول لك يعني ان اللعيب المحترف اللي جاي من شمال افريقيا هو بيوصل الرساله لاي لاعب جاي من المنطقه دي، هيلاقي النجوميه، هيلاقي الحب، هيلاقي الجماهيريه، هيلاقي زي ما احنا شفنا في الاهلي معلول، شفنا في
في الزمالك اشرف بن شرقي شفنا اساسي. ده جزء كان من الفيديو الترويجي بالنسبه لتقديم الصفقه الخاصه بكريستو. واللي انا بقوله ان يمكن النادي الاهلي كان بيفكر ان هو عنده مشكله مع النجم الساحلي في فكره الامور والعقوبه الخاصه على كلوبالي، ان النادي الاهلي عايز فلوس من النجم الساحلي وممكن الامور تتاخر وممكن الامور ما يبقاش يعني قصتها. فقال لك انا ما استفيد بلاعب بقيمه هذا اللاعب كريستو ضو، وفي نفس الوقت تحسين العلاقه ما بين الناديين، ما يبقاش فيه علاقه قواضي وان الـ 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 الفيفا هو اللي يحكم وان احنا نرفع قواضي، يعني الامور بتتاخد بالشكل ده. واعتقد النادي الاهلي نجح في ان هو يجيب لعيب كويس، لعيب سنه صغير ومحتاجه في النقطه دي. وانا بتكلم بقول ايه، بالاضافه لواحد زي زياد طارق كنت اتمنى ان هو يكمل، واحد زي ميسي برضو ان هو يكمل عشان يبقى القوه الهجوميه موجوده. انت عندك اصابات أو يعني لعنه الاصابات موجوده في النادي الاهلي. النهارده اكرم توفيق احد افضل اللاعبين والركائز الاساسيه بالنسبه للنادي الاهلي، ثم كريم فؤاد برضو الراجل كان حطه كاحد الركائز الموجوده داخل النادي الاهلي وفريق النادي الاهلي، بيصاب بنفس الاصابه صليبي، يعني حاجه طبعا صعبه جدا. بنتكلم في مده طويله، مش بنتكلم في شد ولا يعني جزع ولا لا، ده رباط صليبي. اتمنى الشفاء للاعبين واتمنى ما يبقاش في اصابات في اي فريق في مصر والامور تبقى ماشيه بشكل جيد. وبالتالي حتى الان النادي الاهلي في المركز الاول بقى خلاص، وقلت لكم هو بيبحث عن لاعب اخر، وهتكلم بقى على يعقوب والاخبار الخاصه بالنادي الاهلي. لكن خلينا نروح للكابتن ماهر همام نجمنا الكبير ونجم النادي الاهلي السابق، احد افضل المدافعين في تاريخ مصر. كابتن ماهر تحياتي ليك. ده كابتن فاروق. اهلا وسهلا كابتن. اهلا وسهلا كابتن، اخبارك ايه؟ مساء الخير عليك وعلى الساده المشاهدين. دايما بخير يا كابتن يا رب ان شاء الله. ربنا يكرمك يا حبيبي. هبتدي بماتش اللي فات يا كابتن، وفوز الاهلي 2-0 في ظل تعادل الزمالك مع الداخليه، وتاثير المباراه دي بالذات على النادي الاهلي وروحه المعنويه في الفتره الجايه في الدوري الممتاز وفي باقي البطولات يا كابتن. بالاضافه طبعا ان هو بيستغل فرصه ان نادي الزمالك ابتعد شويه عن المنافسه او وجوده في المركز الثاني حتى. زي ما قلت كده فاروق، الثقه المتبادله بين المنظومه وبين اللاعبين. يعني النادي الاهلي قبل المباراتين دول يعني تعادل مباراتين وكان اداء غير مرضي لجماهير النادي الاهلي حتى لجهازه الفني واللاعبين. الثقه المتبادله اللي طبعا بيوجدها النادي الاهلي والمناخ الصحي اللي بيوجده النادي الاهلي من خلال مجلس ادارته كابتن محمود الخطيب والجهاز الفني والاداري والطبي، يمكن بعد حتى التعادل الاخير في المباراه الثانيه مستر كولر يمكن طلب من اللعيبه ان هم يسيبوا سياراتهم ويروح على النادي بالباص، وطبعا كان في اجتماع، كان الاجتماع ده كان فيه يعني دش ساخن من مستر كولر لجميع اللاعبين، وررهم العين الحمراء ان الفتره اللي جايه صعب جدا ان احنا يحصل فيها اخفاقات تاني. الثقه المتبادله بقى اللي اعطوها للعيبه كابتن فاضل خطيب من خلال اجتماعاته، مستر كولر مع اللاعبين مع جهاز المعاون، انعكست بشكل كبير جدا فاروق في اداء اللاعبين في المباراتين اللي النادي الاهلي فاز فيهم. تحس ان الروح رجعت تاني، تحس ان اللعيبه حست بالمسؤوليه اكتر، حست بالخطر اللي كان موجود قبل كده. اللعيبه بدات تلم نفسها، كباتن الفرقه زي ما انت عارف ان الكبار او كباتن الفرقه لما بيحصل اخفاق او بيحصل مستوى غير مرضي الناس كلها بتقعد تتكاتف، بيقعدوا اكتر من اجتماع مع بعض. الشناوي والسوليه يمكن كباتن الفرقه اللي موجودين حاليا بعد اعتزال وليد، اتكلموا بمصداقيه وبصراحه على الاداء اللي هم بيأدوه والمستوى اللي هم وصلوا ليه. لازم يبقى في نوع من الحرمان، نوع من التركيز، نوع من طبعا التواجد في اليوم الكامل اللي خرجنا من هذا الاداء الغير مرضي، انك انت لازم تجتهد تاني ولازم تتعب تاني. وانت عارف ان احنا يعني طول عمرنا النادي الاهلي معودنا ان لما يحصل اخفاق يبقى في حاجه مش مظبوطه. فاللعيبه حست في الفتره اللي فاتت ديت ان هي ما بتاديش الاداء اللي هو يرضي جماهيرها ويرضي منظومتها اللي واخده على الانتصارات واخده على البطولات. طب خليني اخدك كابتن الماتش ام بي، هل شفت ان النادي الاهلي اداؤه اتغير؟ وهل ممكن بماتش زي ده
تفضل المسيره ماشيه بنفس ما شاهدناه في مباراه انبي، ولا ممكن الامور طالع ونازل؟ لان احنا شفنا الاهلي كان بدايته كويسه ثم هبوط في المستوى، تعادلات ثم ارتفاع في مباراه، ارتفاع المستوى في مباراه انبي وتعتبر يعني نتيجه جيده امام فريق كبير بيقوده كابتن طلعت يوسف احد يعني المدربين الاكفاء في الدوري الممتاز. هل الامور هتستقر ويبقى في يعني ثبات في المستوى الفني بالنسبه للنادي الاهلي من وجهه نظرك، ولا الامور ممكن تختلف في الفتره الجايه؟ نتمنى يا محمد. انت عارف كل مباراه صعبه الثلاث نقاط بينه وبينك بقى فيهم صعوبه بشكل كبير. يعني كل فرق بتقابل الاهلي والزمالك دلوقتي يعني بيبقوا الند بالند، خصوصا النادي الاهلي. فالنادي الاهلي لما بيتعطل كده وبعدين بيرجع لمكانته الطبيعيه بيمشي، الثقه بتيجي. يعني دلوقتي ثقه اللعيبه جت من خلال جماهيرهم العظيمه اللي واقفه وراهم اللي بتشجعهم. ايوه. وبعدين زي ما قلت لك ان المنظومه كلها التفت حواليهم وادتهم الثقه دي. فالثقه دي اللعيب لما بيبدا يحس بيها يعني بيخجل بقى ويقول لك ايه، لا انا بقى لازم بصراحه يعني كل مباراه احاول ان اكسب، كل مباراه احاول اخد ثلاث نقاط، كل مباراه لازم احاول اطلع اللي عندي. وخصوصا ان كل ثلاث ايام او اربع ايام دي احلى حاجه في 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 في, في اللعب يا محمد، ان ما فيهاش يعني اللعيب وانت لعيب كنت بتجرى التمرين، لكن المباراه بتبقى بالنسبه لك حاجه جميله، رايح وانت سعيد وانت مبسوط، جماهير عظيمه بتشجعك، ارضيه الملعب على اعلى مستوى، الخصم اللي بتقابله في برضك لعيبه كوره، انت بالنسبه لك مستمتع كل ما بتجيب جول، كل ما بتكسب ثلاث نقاط. فالفتره دي فتره انا شايف النادي الاهلي هيستمر فيها. وطبعا زي ما قلت لك ان الفتره دي كل منظومه بتجتهد بشكل كبير جدا عشان المرحله الانتقاليه الشتويه تقدر تستعين بلاعبين يقدروا يكملوا المشوار خلال الفترة الجاية. انت لو قلت لي النقطة انا كنت كابتن لسه اسألك عليها، خاصة بالبطولات. انا لسه بتكلم على نقطة البطولات، ويعني اكيد النادي الاهلي بيبحث عن البطولات دي كلها ان هو يكسبها. لكن وجود خالد عبد الفتاح كابتن كبديل لأكرم توفيق، وجود اللاعب كريستو النجم الساحلي طبعا، ووجوده مع النادي الاهلي، والبحث عن فيرود بقى او يعني مكان يعقوب، الصفقه اللي كانت اقتربت بشكل كبير لولا طبعا بعض الامور الخاصه بالكشف الطبي ليه، رايك فيها دي هتكون عامله ازاي كابتن في الفتره اللي جايه، واضافه للنادي الاهلي هتكون عامله ازاي؟ الصفقات الشتويه طبعا كل الناس الصفقات الصفقات الصفقات، فطبعا ده مطلب جماهيري مهم جدا بالنسبه لجماهير النادي الاهلي. طبعا الجهاز الفني مستر كولر، بس بدون قطع حضرتك انا عجبني جزء مهم جدا في اداره النادي الاهلي، في ان انا يعني ما روحتش جبت لعيب وخلاص، حتى لو هو مطلب جميل يعقوبه لعيب بيلعب في الدوري البرتغالي، ما قلتش بقى ان انا اجيبه وخلاص حتى لو الكشف الطبي اعديه واجيبه، لا انا شفت فيه مشكله، لا بقف هنا، ولا يعني مش هينفعني، مش هينفع حد يكون جاي عنده مشكله، عشان دي تبقى موضوع شفافيه شويه مع جمهور النادي الاهلي، اللي انا بعلن كمان بعلن ايه الاسباب بالظبط. زي محمد زي ما بقول لك اتلسع مش عارف ايه فهينفخ في الزبادي، فاحنا اتقرصنا صح، واخد بالك؟ الفترات اللي فاتت كان عندنا تجربه، يعني طبعا مش عايزين نذكر اسماء، عندنا تجربه في بعض اللعيبه الافارقه ما كناش موفقين فيهم بشكل كبير جدا، وهم خامه جيده، لكن برضك التوفيق عدم التوفيق، وبعدين اصابات يعني اثرت بشكل كبير. فانت النهارده لا خلاص مصحصح بشكل كبير جدا في كل صفقه، رقم واحد كشف الطبي، رقم اتنين الكشف الطبي، رقم تلاتة الكشف الطبي، فده كله عشان تطمن ان الراجل اللي جاي ده سليم 100% يقدر يتحمل الضغوطات اللي جاية. ما انت عندك كل ثلاث ايام في الدوري، وبعدين عندك بطولة افريقية، وبعدين عندك السوبر والكاس القديم وكاس الجديد وكاس العالم للأندية، فكل ده محمد انت عايز لعيب صخ سليم 100% يقدر يتحمل معاك الضغط ده والاسترس ده. فطبعا الحمد لله رب العالمين، ربنا وفقنا طبعا بخالد عبد الفتاح الولد اللي كان بيتابعه مستر كولر في خلال الفتره اللي فاتت، وهو يعني خامه جيده هيزيد كمان مع النادي الاهلي، لان طبعا النادي الاهلي عنده لعيبه مميزه وعنده خطوط تقدر تشيله بشكل كبير، وهو مستر كولر متابعه بقاله اكتر من 12 اسبوع، يعني شايفه ومتاكد من خامته بشكل كبير. اعاره 6 اشهر، وبعد كده ممكن يبقى في تعاقد لمده 3 سنين او 4 سنين حسب ما النادي الاهلي هيشوف. محمد الضو ابننا اريس ابو جلبال، يعني
ولد من ابناء النادي الاهلي اللي كان محترف في النادي الاهلي في صفوفه الفتره اللي فاتت، وانيس بيعشق النادي الاهلي والنادي الاهلي بيعشق انيس. انيس عينيه حلوه جدا، وخلال الفتره اللي فاتت قدر كمان يقدر يرشح لنا محمد الضو. شفنا محمد الضو في لقطات من خلال قناه الاهلي، شفنا الولد السريع عنده مهاره بيلعب رجله الشمال، بيصوب، بيجيب اهداف منتخب اولمبي، يعني نجم من صغير نجوم يا كابتن. بالظبط مواليد طب 2003 انا هقف عند هنا عشان تحت الناس السن. بتتساءل يا كابتن، يعني خليني برضو احنا بنشوف نبض الشارع ونبض جماهير النادي الاهلي وهي بتتكلم. طيب انت رايح تجيب لعيب زي الضو وبتدفع فيه فلوس، ايا كان بقى الفلوس، اصلا انت كان ليك عندك عند النادي النجم فلوس وعايز تخلصها بلاعب كويس، لكن عندك هنا اتنين لعيبه انت جبتهم في اول السنه، او لعيب طالع لك من قطاع الناشئين زي زياد طارق والناس يعني شافته بمستوى رائع، ومعاك ميسي برضه والاتنين ما بيلعبوش وتقريبا في سن الضو. هنا اداره النادي الاهلي شايفه برضه بتفكر ازاي في النقطه دي؟ هل هو كم لاعبين عشان انت موجود في بطولات كتير، ولا انت بالنسبه لك بتجيب لعيب عشان تبقى انت اسمك جبت لعيب فقط لا غير؟ لازم قلت يا محمد، انت كم البطولات اللي بتشارك فيها، ومحتاج لعيبه، ومحتاج لعيبه تكون فعلا اضافه خلال الفتره القادمه. ممكن يكون الجهاز الفني يعني ما شافش ميسي مش وزياده مش كويس. زياد احنا شفنا زياد من اللعيبه المميزين بصراحه يعني، وبعض الكلام اللي انا يعني بدات استشفه ان برضك ان احنا مش هنقدر نستغنى على الا اللي الراجل اللي شايفه مش هيقدر يصلح معاه الفتره اللي جايه. يعني برضك انت اللعبه دي فهمت اسلوبك وفكرك واستراتيجيتك خلال الفتره اللي فاتت، فصعب ان انا اسيبها الا اذا كان الشديد القوي يعني. ممكن اعاره يا محمد يعني واخد بالك، لكن سايبان مفيش سايبان اعاره. حتى حسام كمان بالنسبه لراس الحربه يعني الراجل بيفكر فيه اعاره. لا هو انا اللي مقصود يا كابتن ان اللي انت بتجيب حد، ما انت عندك زيه، ودي ما هو ده السؤال اللي بيساله الجمهور الاهلي وانا ماشي في الشارع. انت بتقعد تجيب حد وانت عندك نفس المواصفات، هي دي الفكره برضه. يعني انا برضه انت نجم كبير يا كابتن ومدرب كبير يعني، فهو السؤال لما الجمهور انت ماشي في الشارع بيسالك، اصل هو مش صفقه نفرح بيها الاهلاويه يفرحوا بيها وخلاص، هي تبقى محسوبه. طبعا انت بتشوف ان المجلس الاداره بيفكر فيها ازاي؟ والله مجلس الاداره كابتن فاضل الخطيب بيفكروا في الاربع سنين اللي جايين، يعني بيفكروا في حته الاحلال والتجديد، بيفكروا في حته الاضافه، الحاجه الكويسه اللي تقدر تفيد الفرقه خلال الفتره القادمه. فأنا شايف الإضافات اللي هتيجي دي إحساسي كده إنها تعمل طفرة كويسة مع الفريق، تندمج بشكل جيد، ويبقى لها دور كبير جدا في زي ما قلت لك في البطولات اللي جاية. بالنسبة لرأس الحربة مهم جدا محمد، أنت اتكلمت على رأس الحربة، مهم جدا إن إحنا يعني فعلا إن إحنا يجي لنا رأس حربة يكون يليق بقيمة النادي الأهلي. صحيح. رأس حربة يكون مؤثر، لان المكان ده محمد انت شغلته سنين مع المنتخب ومع النادي، فعارف قيمته. المكان ده من اخطر الاماكن اللي موجوده في الملعب، عليه هرس وعليه ضغط كتير جدا. فاستراتيجيتك واستراتيجيه الفرقه الكبيره يبقى عندك فرود واثنين وثلاثه، لان المرحله اللي جايه مرحله صعبه جدا. الاماكن الحساسه اللي عليها ضغط كبير جدا وتحتاج فيها عدد من اللعيبه، المكان ده وقلب الدفاع. صحيح. قلبي الدفاع عايز اتنين وبدلاء، ويكون واحد جوكر، يعني خمس لعيبه في المكان ده، لان المكان ده بيبقى عليه ضغط كبير جدا هو والفيرود. انت عارف المدافعين بيعملوا ايه مع الفيرود، بيخبطوا فيه ويرزعوا فيه. لا وانت بتبحث يا كابتن في يعني الفتره فاتت على فيرود قوي، يعني كان عندك امل في حسام لكن يعني ما اخدش الفرصه بالشكل الكبير، وعندك برضو كان امل في محمد شريف انه يفضل في مستواه لكن الامور برضو مش يعني مش افضل ما يكون. مين تاني؟ مين عندنا تاني غير حسام و بيرسي تاو وشادي؟ شادي حسين برضه انت جبته السنه دي يا كابتن، وبالتالي طبعا انت بتبحث دائما عن فيرويد قوي يليق باسم النادي الاهلي. حتى الان طبعا يعني الموضوع يعني مش افضل ما يكون يعني بالنسبه للمنطقه دي. وبعدين يا محمد خد بالك، احنا ما بنقيسش من قيمه الولاد دول، بالعكس التدوير وهو الراجل مؤمن بالتدوير جدا. يعني الراجل بيقول لك ايه، انا رايح النهارده بلعب بحسام، بكره العب بشريف، بعده العب ببتستاو، بعده العب بالافريقي اللي جاي. يعني بس هو برضه بيقول لك ان هو عايز يعني شايف انه مش دول اللي انت محتاجهم بالنسبه للنادي الاهلي. هو خلي بالك في تصريحاته الاخيره بالنسبه للفراوده
هو اتكلم على النقطة دي يا كابتن لو تتذكر. هو عارف يا محمد في تصريحاته الأخيرة مش قصده يقلل من قيمة ولاده. هي خرجت منه كده عفوية، أنت عارف بطلك الأجانب ساعات كده يقول لك إيه، صارحين أنا شوية. بالظبط كده، مش عاجبني محمد النهارده، لكن ما بيقللش من قيمه محمد. لا هم لعيبه معروفه ولاعيبه يعني كلهم لعيبه اولاده وهو بيحبهم وهم بيحبوه، والراجل خلال الفتره قال لك ده دوري ان انا احط اللعيبه دي ارجعها لمكاناتها الطبيعيه، لان انا محتاجهم الفتره اللي جايه فتره حرجه جدا والبطولات ورا بعض، فانا محتاج ضفر كل لعيب من دول. صحيح. فده ده 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 قيمه الراجل اللي عنده خبرات وفاهم بيتعامل مع مين، مؤسسه كبيره على اعلى مستوى، لعيبه على اعلى مستوى، واللي جاي افضل. يعني دلوقتي بقى في ثقه متبادله بشكل كبير جدا بين الجماهير وبين مستر كولر وبين اللعيبه، ويمكن بعض اللعيبه طبعا ربنا يبعد عنهم الاصابه. حسين الشحات بدا يرجع لمكانته الطبيعيه تاني، عبد القادر بدا يرجع لمكانته الطبيعيه تاني، عوده طاهر ان شاء الله من اصابه يرجع لطبيعته، شريف بدا ياخد بدا يبقى يعني هي طبعا بس اصابه اكرم وطبعا كريم فؤاد طبعا كانت حاجه محزنه لينا كلنا، يعني ما بنحبش الاصابات دي كابتن، بالذات يعني الصليبي اللي بتاخد مده طويله دي اكتر حاجه زعلتنا الحقيقه في الفتره اللي فاتت في الكوره بشكل عام، لاصابات النادي الاهلي اصابات طويله الصليبي دي حاجه وحشه جدا. طبعا زي ما انت قلت محمد، هم عملوا جبهه جميله، جبهه ناحيه اليمين اكرم ومعاه كريم، وكريم بدا يسجل ويهدف، فسبحان الله. يعني انت عارف يا محمد، ويمكن انت كنت بدك لما بتبقى فتك بتوصل للتوب هنا بيبقى في خوف وخطوره على اللاعب. صحيح. في حته الاصابه. فهم الولاد كانوا نظموا بشكل كبير. نتمنى لهم يا رب ان شاء الله. كابتن مرن انا بشكر حضرتك ويعني بنسعد بوجودك معانا في البريمو. كابتن مرن مام نجم النادي الاهلي السابق، عندي اخبار النادي الاهلي وعندي شويه كلام عن هذه الاخبار، هطلع لفاصل بعد فاصل ان شاء الله مكملين مع حضرتك. طيب هكمل مع حضراتكم كلامنا واخبارنا في البريم. حقيقه النادي الاهلي بعد ما صرف نظر عن يعقوبه نتيجه طبعا امور خاصه به، الكشف الطبي بالنسبه لهذا اللاعب، واعلن عن كده لجماهيره، اعلن عن كده بالنسبه للاعلام، بيبتدي يدور بقى على فيرو. واحنا كنا بنتكلم مع كابتن ماهر انه مركز حتى الان كولر بيبحث عن فيرود قوي، يقول لك انا عايز فيرود من نص فرصة يجيب لي جول، وده اللي كان دايما في النادي الاهلي بيحصل. يعني دايما عنده فيرود قوي، فيرود الدنيا كلها بتخدم عليه، من نص فرصة بيجيب هدف، وبالتالي بيبحث عن فيرود. في يعني لعيب ايفواري اسمه جان فليب كراسو، ده مهاجم فريق سانت اتيان، يعني امير توفيق ابتدى يعني ياخد خطوات معاه مدير التعاقدات يعني، وبعدين الصفقة هتكلف النادي الاهلي لو ده طبعا حصل هتكون 2.5 مليون دولار. طيب اولا طبعا احنا عندنا الامور بالنسبة للدولار زي ما انتم شايفين، فبالتالي طبعا السعر اختلف تماما بالنسبة بالمصري. لكن هنا النقطة اللي انا بس دايما بفكر فيها لما بروح اجيب لعيب افريقي من اوروبا، ايه النجاحات اللي حصلت للعيب افريقي جه من اوروبا لعب في الدوري المصري؟ ده من وجهة نظر لو احنا يعني إدارة النادي الأهلي أو إدارة التعاقدات بتفكر في إن هم يجيبوا لعيب من الدوري الأوروبي، وهل أصلا لعيب أفريقي بيروح أوروبا ممكن يرجع أفريقيا تاني أو يرجع للدوري المصري تاني؟ دي برضو حاجات بتيجي في دماغي، وليه يسيب الفريق بتاعه أو النادي بتاعه، خصوصا لو الدوري الفرنسي وفريق زي سانت سيان طبعا أحد الأندية اللي ممكن تكون يعني موجودة في الدوري الفرنسي بقوة. هنا مش بقول خلاص النادي الأهلي أنهى الصفقة، أنا بتكلم لو الخبر ده صحيح وفعلا في يعني خطوات مع هذا اللاعب، عشان برضو لما تجيب لعيب يكون لعيب قوي، لعيب مميز، اما تدفع فيه فلوس بالمبلغ ده في ظل طبعا السعر اللي اتغير بالنسبه للدولار الوضع اختلف تماما، لازم يبقى لعيب في منتهى القوه. عشان كده دايما نجاحات النادي الاهلي بتيجي من لعيب داخل القاره الافريقيه. شفنا اليو ديانج صراحه لعيب هايل، شفنا الجول اللي جابه في الماتش اللي فات حاجه دبابه، حاجه يعني محترمه الصراحه كفيرويد او قصدي كصفقه
او لاعب افريقي من داخل قاره افريقيه بيجي على النادي الاهلي على طول، حتى لو جاي من نادي كبير داخل قاره افريقيه لكن لاعب في افريقيا ولاعب ما راحش اوروبا. اللي اللعيبه اللي بيروحوا اوروبا دول بيبقوا ليفل تاني ومختلفين تماما عن الليفل اللي بيبقى موجود في افريقيا، ولو راح هناك ما بيرجعش تاني، خصوصا لما بنتكلم ان اللاعب ده سنه 25 سنه. الامور بالنسبه له ايه يعني، فشل ولا الامور بالنسبه له ايه؟ ما علينا في النقطه دي. النقطه الاهم اتمنى ان اداره التعاقدات يعني تتعب شويه في نقطه ان انت تبحث في افريقيا عن لاعبين زي اللي جابوهم قبل كده زمان. بنتكلم على فلافيو، بنتكلم على فيليكس، بنتكلم على لعيبه ممكن تكون، وانا بتكلم على الاهلي والزمالك لان برضو الزمالك بيعاني في ان هو بيجيب لعيبه افارقه ليسوا بالمستوى المطلوب بالنسبه للنادي الزمالك حتى الان. نجحوا في اشرف بن شرقي وساسي، دول لعيبه من شمال افريقيا ونجحوا في الحقيقه برضو زي ما النادي الاهلي نجح في علي معلول. وبالتالي فكره ان تجيب لعيب افريقي من اوروبا او احترف في اوروبا دي بتبقى اعتقد فيها مثلا ريسك عالي جدا جدا، سواء بقى ريسك مادي او ريسك ممكن يكون في المستوى الفني، لان الراجل خلاص اتعود على الملاعب الاوروبيه واتعود على امور ممكن تكون خاصه في اوروبا. طيب زي ما قلت لكم كده، النادي الاهلي اعلن عن صرف النظر عن يوسف عن يعقوب عزيز يعقوب، طبعا لاعب نادي ريو افيا البرتغالي، وبالتالي طبعا بيبحث عن فرود جديد. كريم فؤاد الف سلام عليه. طبعا النادي الاهلي يعني بيعمل له كل الاجراءات الخاصه بيه للسفر للنمسا عشان يعمل عمليه سريعا، وان شاء الله يرجع سريعا واحد من اللاعبين المحترمين الحقيقه كريم فؤاد. ده بالنسبه لكريم فؤاد. في احمد حمدي، لو تتذكروا احمد حمدي لاعب النادي الاهلي، برضو في كلام يعني بيحوم حوالين احمد حمدي، وده كان لعيب في النادي الاهلي لو تتذكروه برضو، وكان في وقت من الاوقات مبشر، وفجأة اللاعب ده اختفى ويعني راح عدة أندية خارجية. النادي الأهلي بينتظر رد كولر لأنه معروض على النادي الأهلي أنه يرجع ويعود مرة أخرى، لكن هو في الآخر كولر هو المسؤول عن الموافقة على الصفقات القادمة بالنسبة للنادي الأهلي وحاجة طبعا الفريق بالنسبة له. أيضا من ضمن اللعيبة اللي أنا ممكن بقول بقى أنه مبشر لو جبته كفيرود أفريقي، إبوكا حقيقة مع سيراميكا هايل، مع سيراميكا هايل، قوي سريع هداف. في تجارب داخل الدوري المصري بتقول ان فراوده افريقيا او الفراوده الافريقيين مش كلهم بينجحوا لما يروح النادي الاهلي. شفنا بواليا قبل كده لو تتذكروا لاعب الجونه، لكن ابوكا اعتقد ان هو مختلف شويه، اعتقد ان هو مختلف شويه، بالتالي في برضه يعني كلام على ان ابوكا يكون هو الفيرود لو الامور ما مشيتش بشكل جيد، انك تلاقي فيرود من قاره افريقيا يكون قوي، وبالتالي ابوكا هو الاقرب في الحاله دي. ده بالنسبه لابوكا. على الجانب الاخر محمد محمود احد اللاعبين داخل النادي الاهلي اللي الفتره فاتت ما باخدش فرصته، ما لعبش الفتره فاتت، كولر ما عندوش اقتناع بيه، خلاص بيقترب من اللعب لنادي فيوتشر، خصوصا ان كابتن علي ماهر يعني حابب امكانيات اللاعب، شايف امكانيات اللاعب انها ممكن تتناسب مع نادي فيوتشر في الفتره القادمه. ده بالنسبه لمحمد محمود. طيب عندنا اخبار خاصه بنادي الزمالك، ان طبعا فكره انك المستحقات اللي او مجلس الاداره لما اخذ قرار بوقف مستحقات وغرامه للاعبين نتيجه ان سوء النتائج في الفتره اللي فاتت، ده مش هي يعني مش هتشال الغرامات دي او تشال وقف المستحقات الا لما تعود النتائج الجيده والفوز بالنسبه لنادي الزمالك في الماتشات القادمه. نادي الزمالك عنده الماتش الجاي يوم الاربعاء امام الاتحاد، وفي نفس وتاني يوم هيكون الاهلي والمصري، لكن الزمالك عنده مباراه مهمه امام الاتحاد النهارده خسران من المصري، وبالتالي مباراه هتكون صعبه على نادي الاتحاد. يوسف اسامه نبيه اللاعب الواعد بالنسبه لنادي الزمالك بيعود مره اخرى للتدريبات، كان عنده مشكله كده في الورم في السنان وبالتالي ما اتمرنش في الفتره اللي فاتت، بالتالي يعود مره اخرى للتدريبات الجماعيه بالنسبه للفريق. في نفس الوقت زيزو بياخد راحه من التدريبات، فيريرا اداله راحه نتيجه اجهاد في المباراه الاخيره امام الداخليه، بيعمل مجهود كبير حقيقه زيزو، واتمنى ان هو يعني يستريح ويريح نفسه ويعني يركز في الكوره اكتر من كده، ان زيزو احد اللاعبين اللي ممكن نقول ان هم يعني لاعبين مهمين في مصر مش في نادي الزمالك فقط، وبالتالي لازم ياخد باله ان هو يريح كويس وياكل كويس وينام كويس عشان الامور بالنسبه له
يعني فريقه محتاجه، لان الفريق نادي الزمالك بيعتمد عليه بشكل كبير جدا جدا. ولو احنا اتكلمنا ايضا على منتخب مصر برضو احد اللاعبين المهمين في المنتخب الوطني، واحد من اللاعبين يعني دايما بياخد فرص، والناس يعني كانت بتتمنى ان هو يفضل في النادي الاهلي ويكمل لعب، لانه احد اللاعبين الموهوبين الصراحه. صالح جمعه فرصه اخرى بياخدها في نادي الاسماعيلي، فرصه مهمه بالنسبه له في تاريخه، ممكن ما تتكررش تاني، ممكن ما تتكررش تاني. النهارده صالح جمعه نادي الاسماعيلي بيعلن ان هو هيحيله للتحقيق وبيغرمه 100,000 جنيه. يا صالح ليه يا صالح؟ يعني ما بنصدق ان انت تبقى موجود في مكان وهتبتدي تلعب وهتبتدي الامور تمشي معاك، ما بتروحش تمرين ليه؟ ايه اللي يخلي لعيب كوره، ايه اللي يخلي لعيب كوره من يصحى الصبح كده ما يروحش التمرين؟ ايه اللي يخلي لعيب كوره يفكر في كده؟ حاجه غريبه جدا يعني. فرص ما بتجيش، انت كمان ده انت لعيب الكوره هم 10 سنين 11 سنه ويمكن اقل كمان تلعب فيه وتحقق حاجات كتير، انت كنت في يعني نعمه كبيره هي اسمها النادي الاهلي، وبرده بنفس التصرفات مشيت رحت انديه اخرى برده بنفس التصرفات بتمشي. اسماعيلي ممكن تكون يعني خطوه اخيره وفرصه اخيره. انا بقول كده عشان بحبك، بقول كده عشان انت لعيب كويس، جماهير الاهلي لسه بتحبك لغايه دلوقتي وتتذكرك ان انت لعيب كويس ولعيب مهاري، وبالتالي يعني ليه؟ بالتالي النهارده يعني ده خبر خاص بصالح جمعه والغرامه ويعني وحالته للتحقيق في الامور الخاصه بصالح جمعه وان هو ما راحش التمرين. النادي المصري بيصرف النظر عن عمر الوحش والشامي. نادي الاسماعيلي يمكن طلب فلوس كتير، طلب يعني طلب فلوس ممكن النادي المصري شايفها كتير على الاثنين لعيبه، بالاضافه طبعا ان كان نادي الاسماعيلي طلب برضو مجموعه من اللاعبين انضموا في هذه الصفقه، فعمليه تبادليه بالنسبه لهذه الصفقه. طيب خلينا نروح واحد من نجوم نادي الزمالك الكبار، كابتننا الجميل والكبير كابتن بدر حامد. مساء الخير يا حضرتك كابتن. مساء الخير يا كابتن محمد. اخبارك يا ابو الكباتن؟ كله تمام؟ اهلا بيك. بس الله يخليك يا كابتن. الحقيقه كابتن يمكن نادي الزمالك حتى الان يعني الامور بالنسبه له الدوري لسه بدري طويل، لكن في اخر المباريات الخاصه بنادي الزمالك بعض النتائج الغير جيده، هزيمه ثم تعادل. نادي الزمالك متعادل حتى الان في 4 لقاءات، بيتراجع للمركز الثالث، وبالتالي جماهير الزمالك الان. كابتن بدر حامد رايك في هذه الموقف صعب او يعني الامور الصعبه اللي حطوا فيها اللاعبين والجهاز الفني الفريق في الوقت الحالي، اخد رايك ليه الاسباب يا كابتن، او من وجهه نظرك ايه الاسباب اللي خلت فريق الزمالك بالشكل ده؟ كابتن صوتنا كابتن بدر سامعني يا كابتن؟ انت على الصوت بيقطع كابتن، لو حضرتك يمين شويه او شمال شويه بعد اذن حضرتك. ثانيه واحده. طيب هنرجع نتكلم كابتن بدر حامد تاني عشان برضو الصوت، واخد يهمني برضو اخد رايه في الموقف الحالي بالنسبه لنادي الزمالك وما يحدث في الفريق، خصوصا عنده ماتش صعب. انا بقول ماتش صعب لان النهارده نادي الاتحاد عمل ماتش كبير جدا قدام نادي المصري، ماتش كان هايل ما بين الفرقتين، ولكن نادي المصري بتفوق للكابتن حسام حسن بيكسب 2-1. طيب كابتن بدر اتفضل معانا. كابتن بدر معانا مره ثانيه، اتفضل يا كابتن. مساء الخير كابتن محمد. مساء النور على حضرتك كابتن، ما اعرفش حضرتك سمعت سؤالي اكيد يعني. معلش. طبعا مش عايزين نقول هنقول المستويات راجع الفتره الماتشين اللي فاتوا. طبعا في اسباب كتيره جدا، اسبابها من بدايه الموسم الراجل نهى الموسم بلعيبه الولد الصغيرين سيد نيمار ويوسف وسيف جعفر ويوسف اسامه نبيه وسام عبد المجيد، وبعدين فجاه شال الولاد دول من حساباته فجاه وغير في التشكيل، بيغير في التشكيله كتير جدا. فدي طبعا كل دي اسباب تراجع. السبب الرئيسي كمان في نص الملعب، انا شايف ان كله بيلعب انديفيدوال، يعني زيزو انديفيدوال، امام عاشور انديفيدوال، كل الناس كل واحد بيلعب بمزاجه. انا مش شايف في شكل عام لنادي الزمالك يلعب بيه. التكتيك اللي بيلعب بيه نادي الزمالك انا مش فاهمه. امام عاشور الاقيه واخد طرف من الاطراف وياخد الكوره ويجري بيها وتتقطع منه الكوره ويرجع للتاني. انا عايز افهم تشكيل نادي الزمالك فين؟ ثبات على التشكيل. انت لما تيجي تعمل روتيشن، احنا لسه في اول السنه عشان نعمل روتيشن، لسه بدري قوي على الروتيشن. انما انت مش مثبت الفرقه اصلا، كل ماتش تلعب فرقه، كل ماتش تلعب بشكل معين. الماتش الاخير اولا
ماتش اسوان انا لازم احيي كابتن ايمن رمادي، لان ده تعليم من دوله الامارات، كل السي في بتاعه كله في دوله الامارات، فبشكره وبحييه على الماتش الجميل اللي عمله. نفس الكلام الماتش اللي فات كابتن رضا شحات، انا العب كابتن رضا شحات، انا العب بشيكابالا بدايه الراجل الكبير في السن، بدايه الماتش شيكابالا ربع ساعه ساعه نص ساعه ماكسيموم لو انا عايز احتفظ بيه في النادي، لما انا ما ادلوش ماتش من الاول من اول من ادله من بدايه الماتش. في حاجات كتيره قوي الماتش اللي فات. انا كده بتحمل يا كابتن فريرا كده مسؤوليه الاداء في الفتره اللي فاتت؟ انا حمله مسؤوليه كل حاجه. انا حمله مسؤوليه كل حاجه، لان هو المسؤول عن الفرقه، هو اللي بيلعب، هو اللي بيحط التشكيل. يعني انا لاعب سيف الجزيري، لاعب التونسي البكره اسمه ايه؟ مسلوسي، ناسي اسمه. مسلوسي، مسلوسي يا كابتن. حمزه المسلوسي. انا هو اصلا بيلعب بكرات بالعافيه، او ما انا اوديه في الشوط الثاني اوديه باك ليفت. طب ما انت كان عندك سيد نيمار وهيفتح لك جبهه هو وزيزو الشوط الثاني، تطلع سيد نيمار وتودي المسلوسي باك ليفت وتنزل سيف فاروق جعفر تلعب باك رايت. يعني حاجه. طيب لو الامور في الفتره اللي جايه يعني مع نادي الزمالك وفريرا مكمل يا كابتن، هل الامور هتفضل بالشكل ده ولا ممكن الامور تختلف؟ لو الاداره ما حسمتش اللعيبه ورجعوا لصوابهم تاني زي نهايه الموسم اللي فات، احنا هنفقد نقط كتير جدا الفتره اللي جايه. والمدرب يا كابتن؟ المدرب هو المدرب لوحده يا كابتن فاروق مش مش هيشتغل لوحده. لازم عنده اداره، لازم عنده مدير كوره، مساعدين بتوعه، لازم ياخد راي المساعدين، لازم يتكلم معاهم، هو مش اله. انا جاي فريرا ده يقول لك على البروفيسور اللي هو مش بروفيسور، لا عنده اخطاء ولازم تصلح، وان ما تصلحتش دلوقتي احنا هنضيع في نهايه الموسم. هل شايف ان في وقت معين لازم اداره نادي الزمالك تاخد قرار خاص بالجهاز الفني لو الامور يعني تراجعت اكتر من كده يا كابتن؟ لازم الاداره تقعد معاه من دلوقتي، لان انا مش هسيبه كمان ماتشين ثلاثه وبعدين اقول له تعالى اجتماع يكون سته كمان، سته بونت كمان راحوا. تعالى اديني اسباب، بس حد بتاع كوره يقعد معاه. لو كابتن اسماعيل يوسف دلوقتي بقى موجود في الجهاز الفني ده يا كابتن كمان. مين؟ كابتن اسماعيل يوسف ينضم للجهاز الفني احنا النهارده يعني خلاص. بص انا مش عايز اتدخل في القصص دي، هل اسماعيل يوسف داخل بصلاحيات او داخل من غير صلاحيات؟ لو داخل بصلاحيات كويس. لو داخل من غير صلاحيات شكرا. لازم اداره النادي تقعد معاه ويبرر انا الفتره اللي فاتت عملت كده ليه؟ احنا نادي الزمالك نادي كبير مش نادي صغير. هل اداره نادي الزمالك يعني برضو مش قادره تتعامل مع فريرا بالشكل الحازم يا كابتن، نتيجه ان جمهور نادي الزمالك بيحب فريرا بعد ما جاب كاس، بعد ما جاب دوري؟ القضيه مش حب وكره. نادي الزمالك اكبر من فريرا، واكبر من مرتضى منصور، واكبر من اعضاء مجلس الاداره، واكبر من اي، واكبر مني انا شخصيا ومن اي حد. نادي الزمالك كبير، وانا متاكد ان الاداره لازم تقعد مع فريرا دلوقتي وتشوف وضع اسماعيل يوسف ايه. انا ولا انا ببارك لاسماعيل يوسف ان هو داخل الجهاز، واتمنى ان يكون له صلاحيات. تمام، مفهوم كابتن. يعني اتمنى ان كابتن اسماعيل يكون له صلاحيات. كابتن بدر حامد بشكرك كابتن، يعني نجمنا الكبير ونجم نادي الزمالك الكبير، ومن خلال طبعا حبه لنادي الزمالك وكلمات اكيد موجوده من يعني مشاعر محبه لفريق كبير زي فريق نادي الزمالك. طيب عندي خبر خاص بقى باتحاد الكوره والتحكيم. التحكيم اللي هو يعني احنا مش هنخلص من النقطه دي ولا المشكله دي خالص، يعني احنا السنه اللي فاتت واللي قبلها والسنه دي اهو شغالين الانديه كلها. والحقيقه انا لازم اتكلم في النقطه دي، يعني انا الخبر خاص بان اتحاد الكوره هيجتمع بجلاتنبرج اللي واخد اجازه عشان اجازه الكريسماس بتاعته وقاعد مع عيلته في بلده، يعني بيقضي الاجازه وهيرجع، بعد ما يرجع يبقى في اجتماع عشان يشوفوا ايه الامور، ايه المشاكل الخاصه بالتحكيم. ما زال في مشاكل موجودة، تحسن طفيف جدا جدا جدا، والراجل يعني احنا بنتكلم التحسن غير التحسن ده، الراجل مش موجود بشكل دائم، كان موجود في كاس العالم في الوقت اللي مصر يعني الدوري المصري شغال فيه، ودلوقتي موجود في اجازة والدوري المصري شغال. ايه بقى اللي بيحصل؟ اتحاد الكرة هيقعد معاه. لكن خلينا بعيد عن التحكيم الحقيقي، في طبعا اندية يعني بتستفيد وفي اندية مش بتستفيد، وكله في الاخر هي بتلف، يعني الاخطاء التحكيميه موجوده.
لكن انا بتكلم بقى على فرق ممكن تشكو التحكيم وبتتهم التحكيم في ان هو سبب في هزيمتها او سبب في تراجعها. لا، انا بشوف دايما ان اكسب في الملعب وادي واكسب بقى، يعني جيب جول واتنين وتلاته، بحيث انك انت لو اتظلمت يا عم اتظلمت في هدف، في عدم احراز هدف صحيح ليك، لكن مش مجرد ان اتراجع في مستوايا او اخسر في مباراه او في مباراتين او في ثلاثه او بتعادل اقول التحكيم واحط شماعه التحكيم. لا، لو انت بتتكلم ان احنا في فرق كبيره في الدوري الممتاز، فرق شعبيه وجماهيريه موجوده، لا افرح الاول بانك تجيب جول واثنين وثلاثه وتكسب كفريق كبير، وبعد كده ممكن بقى ايه تقول انا اتظلمت في كوره من الكور، المباريات صعبه، لكن انت كفريق كبير لازم يبقى عندك النقطه دي. السنتين اللي فاتوا في مشاكل في التحكيم والانديه طلعت واتكلمت عن التحكيم، والسنه دي كمان ارجو ان ده ينتهي، لانك في الاخر لما الفريق بتبحث عن بطوله ما تحطش شماعه التحكيم. ده مهم جدا، كنت حابب بس اقوله، لان في الاخر الفرق الكبيره بتخلص الماتش بدري بدري، ما بتسيبش اي يعني ديول في المباراه، تجيب هدف واثنين وثلاثه وتريح نفسها. الراجل بقى يعني ما وفقوش ربنا في كوره من الكور، صفر غلط، صفر يعني حاجه ضدك، حاجه انت مش حاسس انها ظلمتك، لكن لما بتجيب هدف واثنين وثلاثه بتبقى انت يعني خلاص خلصت المباراه. طيب هطلع لفاصل، بعد الفاصل هرجع مع حضراتكم وكابتننا الكبار كابتن محمود ابو الدهب نجم البريمو والدائم ونجمنا الجميل والكبير نجم نادي الزمالك السابق كابتن احمد صالح، هيكونوا معانا بعد الفاصل. يعني انا بقول طبعا الحمد لله ببارك لجمهور النادي المصري، جمهور بورسعيد وبورسعيد كلها، وببارك للعيبه بتاعتي، اللعيبه رجاله وجدعان، بشكرهم جدا على الروح بتاعتهم، ودي نقطه او لسه امطار بسيطه في المشوار الطويل بتاعنا. يعني احنا بشكرهم، انما محتاجين ان احنا نحافظ على الكلام ده ونزود، فالمشوار طويل، واحنا طبعا انت عارف الخط، يعني اي ملف او اي ماتش بيعدي بنحمد ربنا عليه الستر وبنفكر في اللي بعديه. كل احترام طبعا، كل احترام بقول طبعا هارد لك النادي الاتحاد السكندري، نادي كبير وماتش وعندهم لعيبه محترمه ومجلس محترم وجماهير محترمه، بقول لهم هارد لك. وفي نفس الوقت الماتش كان صعب مش سهل، فالحمد لله على الخطوه دي. الخطوه الثانيه بالنسبه للنادي، مباراه النادي الاهلي، طبعا كل احترام النادي الاهلي، نادي كبير وعنده لعيبه كبير وعنده جماهير كبيره، بنحترمهم وبنحترم النادي الاهلي، واللي بنفكر فيه كل حق مشروع، هم بنفكر في ثلاث نقط وهم بيفكروا في ثلاث نقط، واحنا في شغلنا ما بنعرفش نفكر غير ان احنا بنتمنى من ربنا الستر طبعا والانتصار. فهنلعب ان شاء الله على ان احنا نحقق هدفنا، وهدفنا في كل مباراه زي بعض، كل الماتشات اللي احنا شغالين فيها هدفنا كلها واحده في كل الماتشات، فالتوفيق ده بتاع ربنا، فان شاء الله هنعمل اللي علينا وهنحترم اي فرقه قدامنا، ونحترم طبعا الاهلي المباراه الجايه، انما لينا طموحنا وتركيزنا ان شاء الله. انا بقول جمهور النادي المصري بقول لهم مبروك، وبقول لبورسعيد كلها مبروك، وبقول نقطه مهمه جدا، لو ان شاء الله المنظومه كلها طبعا استاذ كامل ابو علي ومجلس الاداره واللي هو علي غضبان والجمهور كلنا بين ايد واحده، ما يخشش في وسطينا الناس اللي بتبوظ الدنيا والناس اللي على المواقع اللي بتسخن الدنيا، الناس دي لازم تنبس بعيد، عشان لو احنا اتجمعنا ما حدش هيقدر علينا. لو احنا منظومه النادي المصري، مجلس اداره، جهاز وجماهير ولاعيبه، ما حدش هيقدر يوقفنا، لان كان في وقت من الاوقات كانت النقطه دي، وكان الاستاذ كامل موجود معانا، لو كدنا كانت مشيت ما كانش كان هنعمل تاريخ كبير جدا. فان شاء الله ان شاء الله احنا فيها واحنا لسه في الاول خالص، والتكاتف الناس كلها مع بعضيها ان شاء الله، زي ما بقول لك ما حدش هيقدر علينا ان شاء الله.
احداث كتير في الكره المصريه، بدايه واحنا بنتكلم على الدوري المصري ومباراه اليوم، مباراه جميله حقيقه، في عدد كبير من الاهداف، سواء بقى مباراه بيراميدز وفوز على غزل المحله 4-0، ومباراه فيوتشر وسيراميكا وفوز فيوتشر 3-2. على الجانب الاخر طبعا المباراه الجماهيريه الكبيره، مباراه المصري والاتحاد السكندري وفوز المصري 2-1 على الاتحاد السكندري. مباراه حلوه النهارده في الدوري الممتاز. لسه عندنا بكره مباريات ايضا في الاسبوع ال 12، حرس الحدود والاسماعيلي والبنك الاهلي واسوان وسموحه وفاركو، وايضا اخر لقاء في بكره في اللقاءات بكره ان شاء الله طلائع الجيش والمقاولون العرب. كباتن مصر اللي موجودين معانا في الاستوديو، كباتننا الجميله وطبعا امام حضراتكم دي المباريات، كباتن جميله وكباتن محترمه وتحليلها الفني رائع، كابتن محمود ابو الذهب نجمنا الكبير ومحلل البريم قدام اللي برحب بيه دايما وبستمتع بيه، كابتن احمد صالح نجم الكبير ونجم نادي الزمالك السابق برضو يعني بسعد بوجوده دائما، برحب بيكم يا كباتن. كابتن ابو الذهب برحب بيه. برحب بيك يا رؤى، وانا سعيد جدا ان انا موجود معاك وبشكرك على المقدمه الجميله دي. انت سابق يا كابتن، نجم كبير، انت اخ صغير ومحترم وكنت نجم كبير. خليتني صغير ليه؟ لا ونجم صغير لما طلعت علينا وانا لا طول عمرك صغير يعني. انت نجم طبعا، سعيد ان انا ابقى موجود مع احمد يعني. اخويا حبيبنا، نور يا احمد. حبيبي كابتن، نور يا كابتن، وسعيد دايما ان انا ابقى موجود معاك ومع الكابتن طبعا الذهب. طيب هبتدي، يمكن احنا النهارده اول اسبوع كابتن كان في مباريات في الاسبوع ال 12 وبدايته طبعا مباراه الاهلي وامبي وفوزوا 2-0 والزمالك والداخليه والتعادل 1-1. اخد رايك في الماتشين دول وتاثيرهم دلوقتي على الفرقتين، وبالاخص طبعا عن ترتيب الدوري. النهارده الاهلي في المركز الاول، نادي الزمالك بعد فوز فيوتشر النهارده بيتراجع للمركز الثالث. طب ايه اللي شايفه اختلف في الفتره اللي فاتت بالنسبه للفرقتين؟ فرقتين تعثروا في مباريات، ولكن الوضع دلوقتي في ثبات بالنسبه للنادي الاهلي او رجوع مره اخرى للطريق. نادي الزمالك يعني ما اتعلمش من مباراه اسوان ومباراه الداخليه، كانت تاكيد على ان في حاجه غلط بالنسبه للنادي الزمالك. لا، ما ده الفرق اللي بين الاهلي والزمالك، ان انت بتتعلم من اخطائك يا فاروق. انت بتتكلم بتحاول تلم نفسك بسرعه. انت ممكن احنا في بدايه النادي الاهلي في بداياته كان ماشي كويس وبشكل حلو، قلنا ان معاك مستر كولر مدير فني محترم ومدير كويس وبشر ان انت تعمل نتائج كويسه، وده اللي احنا شفناه في بدايه الدوري. كان عامل نتائج كويسه وكان في بعض اللاعبين متالقين، وقلنا ان في تطور لبعض اللعيبه اللي موجوده زي كريم فؤاد، ان انت كنت بتحطه او بتشيله من البكرايت بتلعبه في بيهاف وبيطلق وبيحرز اهداف، يعني ربنا يشفيه ويرجع بسلامه. كمان كان عندك اكرم توفيق، وده كان احد الحلول اللي احنا كنا بنقول ان انت كان عندك نقطه ضعف في الحته اليمين، فكان في شغل كويس جدا، في ثبات في التشكيل على فكره، حتى الروتيشن كان بيتعمل في اضيق الحدود، ما كانش فيه بالشكل اللي احنا بنشوفه، لكن دخلت المشاكل او عدم الاستقرار هو ده اللي عمل هزه شويه في الفرقه. يعني كان في لعيبه كانت زعلانه او مقموصه او ما بتلعبش، لكن سرعان ما اللعيبه دي بتتحول تاني او غيرتها بتبقى على الفريق او غيرتها ان هي تكسب. لكن ممكن احنا بنفهمها او بعض المحللين يفهموا ان اللعيب مش راضي يقعد احتياطي او وده كان في عدم استقرار. بتتكلم قصدك يعني على قفشه مثلا؟ على قفشه عشان كده بعد ما جاب الهدف راح حط التيشيرت على دماغه. عليه ضغوطات كبيره ان انت قفشه، عليه ضغوط كبيره الفتره اللي فاتت، ان انت بتطالب ان او تهاجم ان انت عاوز تلعب او ان انت بتعمل مشاكل او لكن قفشه لعيب كويس جدا عنده حلول، من يعني النادي الاهلي محتاج سنه. انت قصدك على قفشه، لان هو ده اللي كان طبعا حتى في الشوطه كان زعلان، حتى في الشوطه بتاع ضربه الجزاء فاروق، يعني انت النهارده ما طلعش تصريح من مدير فني يقول لك انا استغربت جدا من ان قفشه بيشوطها، لا انت بتقول واحد واثنين واحنا اتكلمنا عليها كتير، لكن هو ده عدم الاستقرار اللي كان موجود في النادي الاهلي. رجعت لصوابك تاني بعد ما خفت ان انت ممكن يكون الصداره بتهرب منك في الفتره اللي فاتت، ان انت بتتعادل ما انتش عارف تكسب، ما عندكش حلول، بتبتدي تجرب، وده يمكن ده تنتهس فرصه ان الخصم بتاعك بس خلاص، ان انت خلاص ما المنافس بتاعك ممكن يهتز شويه من نتائجك، وده اللي احنا شفناه الفتره اللي فاتت. لكن كان عدم الاستقرار في نادي الاهلي هو الفتره اللي فاتت او التغييرات الجديده او الراجل حتى تصريحاته بيقول انا مش مقتنع ببعض اللاعبين، لا ما انت مقتنع بيها لما بتكسب ومش مقتنع بيها لما بتتغلب، هي دي مشكله. فالتصريحات بتبقى غريبه شويه عند مستر كولر، لكن انت النهارده برضو الاصرار على بعض اللاعبين اللي ما بتفيدش الفريق زي برونو سافيو، لا احمد عبد القادر اثبت انه لعيب كويس جدا ولا غنى عنه في تشكيله النادي الاهلي، هو وديانج. ناديانج ده لعيب كويس جدا، لعيب يعني حاجه نموذج للديفندر بامانه، ان هو كمان بيدافع وبعدين بيهاجم بشكل كويس. صح. عكس نادي الزمالك النهارده، يمكن انا بستغرب جدا، انا بكلمها لك فاروق، انا
لكن مستر فيريرا انا معتقد ان هو كان نفسه يكمل بالمجموعه اللي نهى بها الدوري السنه اللي فاتت. وايه اللي منعه كابتن؟ منعه بعض الصفقات اللي جت. هو ممكن ما انا بقول لك بص يا فاروق، اي مدير فني وكابتن احمد عارف، اي مدير فني ما بيجيبش صفقات الا لما يكون مقتنع بيها ولازم يلعبها عشان يظهر ان هو جاب صفقات كبيره. لكن انت النهارده لما بتجيب، لا هو مش راضي على الصفقات، هو كان عندك لعيبه كويسه جدا. ايوه هو مين جاب الصفقات يا كابتن؟ احنا اتكلمنا في النقطه دي يا باشا. الاداره اللي جابت الصفقات ولجنه الكوره يا حبيبي هو وافق ان هم يجوا يا باشا. اللعيبه دي جايه عشان ما تروحش النادي الاهلي، واتفرضت سامسون في مصطفى شلبي وعمر السيسي اتفرضوا على الراجل عشان ما يروحوش. المشكله ان انتوا ما تروحوش النادي الاهلي فتبقوا موجودين. الراجل بقى يلعبهم وما يلعبهمش يا فاروق. ما انت خلينا اكمل صفقه يا باشا. احسن ما بيلعبوش صفقة. ما هو ما بيلعبوش. ما انت من النهارده ما انت جايبهم ليه؟ عمرو السيسي بس شويه. ما في ولا صفقه في نادي الزمالك فايده النادي. طيب وهتفيد النادي. اخد بقى ما دام انت كنت على نقطه نادي الزمالك كابتن احمد. لا بس انا عايز اكمل حاجه يا فاروق عشان ما انساهاش، عشان برضه الناس. لكن انت الراجل ما كانش عنده مشاكل السنه اللي فاتت، ما كانش بيشتكي رغم الفريق مشوا منه نجوم كبيره زي طارق حامد وبن ساسه وكان ده بيقول لك يعني ولاعيبه، وما كانش اصعب دوري بالنسبه لنادي الزمالك وابو جبل. والراجل ما كانش عمره ما اشتكى وقال لك عشان عندي نقص، وكان بيلعب بالمجموعه الشباب اللي هو شفنا ساعتها يوسف اسامه نبيه، شفنا سيف فاروق جعفر، شفنا سيد نمار، حسام عبد المجيد. فانت خلقت جيل من الشباب لنادي الزمالك قدامك 10 سنين. لكن انت بعد ما جبت الصفقات الدنيا اتلخبطت، يعني لاعب الصفقات ولا لاعب اللاعب الشباب؟ طيب كابتن احمد هديك الفرصه بس خليني اقول لك النقطه المهمه اللي انا اللي تكمل كلام كابتن وده. فيريرا بعد الماتش قال لك انا السنه اللي فاتت النتائج كانت اسوأ من بدايتنا كده في الوقت ده وخدنا الدوري. هل بالشكل ده واللي بيتكلم عليه كابتن وده بمجموعه اللاعبين والصفقات اللي موجوده جديده بالنسبه لنادي، هل ممكن يحصل زي ما حصل السنه اللي فاتت بالنتائج اللي انت شايفها؟ لو فيريرا اشتغل زي ما كان شغال، لان هو المشكله في الراجل نفسه، في ادارته المباراه نفسها، في التشكيل نفسه. يعني مثلا لو جينا نشوف اخر مثال باللاعب الداخليه، المفروض انا بلاعب الداخليه ده مع احترام الكامل الداخليه عملت مباراه كبيره جدا جدا، لكن هي في اخر الجدول، فلازم ابص على الفرقه اللي انا بلعبها. طبيعي ان انا هبقى بشتغل باثنين ديفندر بدل ثلاثه، لان انا بلعب بثلاثه ورا وكمان ثلاث ديفندرات. فده انت نادي الزمالك لازم انا ليا الاولويه، ان انا ضاغط من الاول وعايز اكسب وعايز اجيب اهداف. لكن انا عايز ارجع بس النقطه للكابتن ابو الذهب. تمام. لو كابتن ابو الذهب ماسك مدير فني مركز شباب ولو تعرض عليه لعيبه، هل مجلس الاداره مش هياخد رايه؟ مركز شباب ايا كان ماسك المنتخب. انا بجيب لك اصغر حاجه في في في, في الكوره. يعني هل انت ممكن اي مدير فني يقبل على نفسه ان الاداره تجيب لي لعيبه وانا مش عارف؟ هي عشان عايز يشتغل. فما بالك مين؟ لا لا يا كابتن فيريرا عايز يشتغل. يا بقول لك ايه، خلي بالك بقول لك يا احمد انا مش معترض معاك، سيبني اتكلم وقول انت عايزه بعد كده. انا على فكره انا مش، لا هو الفكره ان فيريرا كمان واخد دوري، لا غير كده كابتن، فبالتالي هو خلاص يعني الجمهور فيه ظهير بالنسبه له كبير جدا. هو الجمهور اي قرار لو قال انا مش عاجبني اللعيب ده وقال طلع قال، اعتقد هيحط الاداره في موقف محرج. لا فيريرا اصلا ما كانش عايز يشتغل تاني في التدريب، يعني في المره الاولى ما كانش بيدخل حد الملعب نفسه، وبيمنع الصحفيين وبيمنع مجلس الاداره وبيمنع كابتن الاستاذ مطر نصر نفسه، منعه من دخول التمرين. فازاي هيقبل واحد زي ده هو في السن ده هيقبل ان اي حد يجيب له اي لعيب؟ انا ممكن اقول لك اللعيب ده اتفرج عليه شوفه، عايزه يجي تمام، مش عايزه انت لو ماسك لو طيب يعني مدرب مصري. اختياراته يا كابتن. ايوه يا كابتن طبعا، لو في لو في مدرب مصري ماسك هيقبل الاداره هتجيب له لعيبه من غير ما يعرف؟ ده طبيعي ان انت هتفرجك اللعيبه اللي جايه. هيقول لك في عندي خمسه باك رايت، فلان وفلان وفلان، اختار منهم واحد. هتختار سين او صاد. طب ايه المشاكل واجهت فيريرا بقى السنه دي كده؟ مش يعني مشاكل، هو عدد اللعيب بدايه من بدايه السنه، يعني هو اللي جاب اللعيبه الجديده. ايه بقى طبيعي المشكلة؟ مع الإدارة. هل دي كواليتي كمان حلو يبقى ده اللي يليق بنادي الزمالك ككواليتي؟ لا بص خلينا متفقين من الاول. المحترفين في الاهلي ومحترفين في الزمالك ومحترفين في معظم الانديه مش مظبوطه الاختيارات، مش الجودة نفسها قصدك؟ طبعا يعني مكسوني في الاهلي، سابيو في الاهلي، ماشي يا احمد انت مالك ما الاختيارات يا كابتن. انا بتكلم لا بديني. ما انت خليك في الزمالك. ايوه بقول لك الزمالك بتدخل مكسوني ده ماشي. ايوه يا حبيبي يعني الاختيارات كلها هنا وهنا. انت بتتكلم على السابو، اختيارات اللعيبه نفسها. طيب سابيو مكسوني اسمه ايه ده بيرستاو، الفرقه نفسها، الناس اللي بتيجي. انا عشان اجيب لعيب لمصر او يلعب في الدوري المصري لازم يكون اعلى من اللعيبه المصريه. نعم سامسون لا يصلح انه يلعب في نادي الزمالك. طبعا ابراهيم انا ضايل لغايه دلوقتي مصاب وما ينفع برضه، الكواليتي بتاعه كان قبل كده كويس في دجله.
لكن في نادي الزمالك لا، انا محتاج كنادي الزمالك محتاج صفقات اعلى من كده. ايه المشكله؟ لعيب بيجي عندك ممكن يكون كويس ومش موفق معاك الفتره دي، او مش موفق في نادي الزمالك زي الورد كده لما مشي، ما فيش مشاكل. لكن انت برضو ما فيش لعيب هيخش نادي الزمالك الا عن طريق لعيبه من الدوري المصري كابتن. يعني كابتن ابو الدهب بيتكلم على مصطفى الشلبي، على الزناري، مين تاني موجود في الزمالك؟ سيسي سيسي طبعا، ودونجا طبعا. ايوه ماشي، ما دول لعيبه كويسه. طب الزناري ما بيلعبش ليه؟ ما بيلعب إيه؟ ما هو دول المفروض يبقوا اضافه كابتن. على فكره لا بيلعب على طول، ده الزناري بيلعب على طول، لازم يبقى بيلعب على طول كابتن اساسي، لازم يبقوا قصدي اضافه كابتن. يعني هي الفكره، اللعيبه دول هم المفروض يبقوا اضافه. شكل الزمالك يختلف عن الموسم اللي فات. لو انا بتكلم ان فيريرا بيقول ان انا اتغلبت في البدايه كان كده، هو انت اتغلبت في البدايه كان كده، لكن السنه اللي جايه ما هو مش كل مره بتسلم الجره، وانت كبطل لازم تبقى الوضع. بص كابتن احمد بيتكلم في نقطه مهمه، انت بتقول ان هو كان معاه مجموعه من الشباب انهى بهم الدوري وخد الدوري، كان عامل شكل كويس والراجل ما كانش بيشتكي. لما جبت صفقات الدنيا اتقلبت. اتقلبت ليه؟ لان في ناس بتطالب بصفقات انها تلعب، وهو الراجل عاوز يلعب بالفرقه اللي نهى بها الدوري وهو مقتنع بيها. فانت ما تحدش الدوري يا كابتن. لا هيسيبه يمشي لا، لو حد هيسيبه ازاي؟ طبعا هيمشي ازاي؟ الصفقات دي بتلعب غصب عن الراجل. كابتن وجهه نظر كابتن احمد، بقول لك انا برد يا كابتن. انا لو ماسك وحد هيجبرني ان انا العب صفقات لازم امشي، مش هقعد. يبقى العيب برضو عند فريرا مش عند مجلس اداره. انت فاهم يعني؟ يا انت كابتن يا كابتن، في مدربين بتقبل يا انت هتقبل يا كابتن؟ يا كابتن في يا كابتن لو يا كابتن الراجل قرب يموت يا كابتن الراجل قرب يموت، هو مستني ايه؟ طيب ان هو هيقبل ايه على نفسه يا كابتن؟ ايوه انا بقول لك يعني مش حاجه لا في دماغه فلوس ولا في دماغه ان هو يعمل تاريخ تاني. ما خلاص الراجل عمل كل حاجه واخد دوري مع الزمالك. خلي بالك انا مش معترض على فيريرا، خلي بالك لو فيريرا ده مشي من نادي الزمالك كان الزمالك هينهار يا كابتن. يعني مدرب كبير وعارف اللعيبه وعارف اللعيبه اللي موجوده وعارف كل حاجه وبيشتغل بشكل كويس. هو سؤال بقى، هل ممكن الاداره كابتن احمد تاخد قرار بفيريرا برحيله لو الامور زادت سوءا او بالنتائج؟ مع اي مدير فني وارد طبعا يمشي. مع اي مدير فني النتائج بتسوء. فيريرا على اي حد في العالم بيمشي. هي نتائج يا كابتن، هي اللي بتقول. طب انت هل مأخر الموضوع ده بالنسبه لنادي الزمالك؟ طبعا النتائج مش جيده. هل الظهير الجماهيري لفيريرا مع جمهور نادي الزمالك؟ لا، هو الظهير الجماهيري ده هيبقى مع نادي الزمالك مش مع فيريرا، ومش هيبقى مع شخص ولا لاعب ولا فيريرا ولا اي حد. الجماهير بتشجع نادي الزمالك لنادي الزمالك. ما بتفضلش شخص على شخص ولا مدرب على مدرب. هو اهم حاجه عنده نتيجه المباراه، اخلص انا كسبان، اخد بطوله في النهايه، الجماهير هتشيلك على دماغها. نتائج مش سلبيه حتى لو انت مين، هتقول لك مع السلامه مش عايزينك، وهتهتف ان انت تمشي. ده وارد في كل الانديه. طب كابتن احمد قال كلمه حلوه كويسه، قال لك الراجل ده ما كانش بيمنع اي حد وواخد وشخصيته قويه. اشمعنى لما اتغلبت؟ كان بيمنع. انت اشمعنى لما اتغلبت من اسوان المشاكل كلها طلعت في الجهاز وفي اللعيبه وفي كل حاجه؟ لا ما هو موجود يا كابتن ماشي. ما حدش دخل. طب اقول لك حاجه اخر حاجه يا كابتن. طيب طبعا انت هزه كبيره على فكره. فين يوسف اسامه نبيه؟ لا لا ده عنده خراج يا كابتن. يا كابتن حق عنده ايه؟ خراج في درسه هيرجع. أيوة هيرجع الماتش ده. بس أيوة على فكره ده مشروع من نجوم مصر. لا ما هو يا كابتن الراجل اساسي وشغال كويس، مش عشان بابا. لا 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 ما في، انا ما قلتش عشان. ايوه بابا. انا بكلم يا بقول لك النهارده لا خلاص اسامه نبيه هو هو بيكسب نادي الزمالك. لا انا بتكلم ده هو اللي بيكسب نادي الزمالك. ايوه طبعا طبعا. وعلى فكره مشروع ناجح ان انت يبقى منتخب مصر الفتره اللي جايه. طبعا لا هو لعيب كويس وموجود، بس هو الماتش اللي فات عشان كان عنده خبرات. انا قلت الخبر الخاص بالنورمال ورجع ينزل خلاص تمرين مش مشاكل. طب وجود كابتن اسامه اسماعيل يوسف هل ممكن يحسن الوضع شويه في الفريق؟ كابتن احنا اتفقنا ان فيريرا هو المسؤول الاول والاخير. لو الراجل ده شخصيته ضعيفه كان ساب اسامه نبيه. ايه اللي حصل كابتن مع كابتن اسامه؟ طب الاداره كانت عايزه اسامه يكمل مثلا. هل الاداره ايوه لو الاداره ما انا هقول لك يا كابتن، ما انا هقول لك اهو. لو الاداره اقوى من فيريرا دلوقتي حاليا مش كانوا سابوا اسامه نبيه يقعد يكمل؟ حتى لو اسامه حتى لو طلب انه يمشي. ايوه ما طلب قبل كده. اقول لك على حاجه، انا مع القرار المجلس اداره ان لما اي حد عاوز يمشي يمشي. ايوه كابتن ما هو نادي الزمالك اكبر من اي حد يا كابتن يعني احمد. ايوه طبعا اكبر من اي حد يا كابتن. انا بكلمك اي حد يبقى موجود كويس، لكن هو الراجل اللي طلب يمشي صح؟ طبعا الاداره احترمت رايه يا نجم. ما هو طلبت قبل كده اسامه طلب يمشي والاداره تمسكت. خلي بالك القرار ده حفاظا على نادي الزمالك، ان انت النهارده لما يكون مدير فني او مدرب عام عاوز يمشي من حقك تمشي عشان ما تتفكش. هو ما مشيش كده وما طلبش يمشي كده. هو راجل بيوجه لعيبه بطريقه معينه عشان عايز الفرقه خسرانه وعنده حميه على الفرقه وزعلان ان الفرقه خسرانه. طيب طيب يعني انا فاهم ان انت بتقوله كابتن احمد. خلينا بس اخدك برضو لبعض الامور اللي ممكن حدثت ما بعد اللقاء الداخليه. النهارده مجلس اداره من خلال اجتماع لي
طلع قرارات خاصة بالمجلس، منها انه بيقدم شكوى رسمية خاصة بالتحكيم. هل انت شايف ان نادي الزمالك يعني اتضرر في الماتش اللي فات بالذات من التحكيم، عشان كده النهاردة الادارة تاخد اجراءات خاصة يعني ضد التحكيم المصري او ضد لجنة الحكام؟ احنا التحكيم بس لو جينا نسيبها للتحكيم نفسه هتلاقي في اختلاف بين كابتن شناوي طلع قال حاجة وحكام تانية في قنوات تانية طلعوا قالوا حاجة. إذا كان الحكام نفسهم مختلفين على الكورة فهل ده يعقل؟ هل ده قانون ولا ما فيش قانون يعني هل دي أوفسايت ولا مش أوفسايت؟ فالناس نفسها مختلفة، فما بالك بقى في مجلس الإدارة اللي هي الناس اللي ما لعبتش كورة اللي بدفع فلوس وصرفة، فلازم يكون حقه إن هو يعمل كده طالما في أنت بتخليني أفقد بناط وانا بلعب على دوري وبلعب على كاس وبجيب ارقام اللعيبه مهوله فطبيعي حقه انه يعمل كده طالما انا بتظلم. انت كفريق ما بتكسبش ليه يا كابتن بعيد عن فكره التحكيم؟ ايوه ما ده سبب يا كابتن، ما لو اتحسبت ما اتحسبتش ما انا مش هاجي فيها جول. في البعض يقول لك فريق كبير زي نادي الزمالك طبعا وانا مع جول واثنين وثلاثه وانا مع الراي ده، خصوصا انه بيلعب معلش الداخليه يعني في كان انا ماتش مركز اسوان وماتش الداخليه نادي الزمالك لا يستحق المباراه. انا معاك انا بكلمك عن نادي الزمالك وبقول لك نادي الزمالك لا يستحق مباراه اسوان ولا يستحق مباراه الحكام الداخليه. ايوه لا يا كابتن لا ما انا بقول لك الحكام يبقى كده يبقى الحكام شتنا عشان يا فاروق قبل ما تكمل كلامك سيبنا كمل. اي فريق بيخسر الدوري بيحط لا غير كده او بيبعد عن يا كابتن انا بقول لك الاداء بيحط التحكيم سبب الاهلي في ماتش بيراميدز ليه ضربه جزاء محدش عارف السنه اللي فاتت بس فين كان ليه ضربه جزاء شكل اول بنتكلم ولا اهلي ولا زمالك السنه اللي فاتت برضو قال ان كان في مشاكل في التحكيم. الزمالك اهو السنه دي بيقول في مشاكل في التحكيم، ما فيش حد هيبقى راضي عن التحكيم طالما بيخسر. لكن انا بقول لك الزمالك يعني دي شماعه مش شماعه يا كابتن، انا بقول لك استناني اكمل كلامي يا كابتن اكمل كلامي كابتن احمد ابو ده انت عايز تودينا في حته معينه انا مش عايز اوديك في حته سيبني اقول رايي وانت سيب المشاهدين انت النهارده في ماتش اسوان الفرقه كان بتهاجم بشكل جيد اسوان احترمت انا بقول لك اسوان يستحق يا كابتن يستحق انا بقول لك اسوان يستحق كاداء. نادي الزمالك لعب الشوط الثاني في اسوان لكن اسوان يستحق راح اكتر من الزمالك على المرمى وضيع. هو لعب مع الهوا ولا ضد الهوا في الماتش ده؟ مع الهوا كان عامل اساسي بقى الوقت الهوا والحكام هو ايه يا نجم؟ ما انا سمعت فيه كده ان الهوا كان صريح يعني طب سيبها بقى اسوان اسوان والداخليه تمام يا كابتن. انت دلوقتي انا نادي الزمالك متعادل 1-1 صح؟ لو الجون ده اتلغى اللي جه في نادي الزمالك حتى لو اداؤه بقى سيء مالوش دعوه بالاداء فانت كده منعتني ان انا اخد 3 بونت حتى لو انا ادائي سيء. ما انت ممكن تبقى ادائك سيء وتكسب 3 بونت بيحصل في ماتشات كتير بالفرق الكبيره كلها فده وارد اخطاء التحكيم ده وارد وطالما انت الناس مختلفه نفسها الحكام فبالك احنا بقى كلعيبه وكمسؤول عن اللعيبه وكاداره مسؤول عن اللعيبه. انت شايف يعني ان الاداره النهارده بقراراتها هو حق مشروع ان هو يقدم شكوى ده حق مشروع يتقبل بقى ويترفض ده حق مشروع ان هو يقدم شكوى. فين المشكله؟ اقول لك حاجه انا كليتنبرج نفسه انا عايزه يمشي. هو بيعمل ايه اللعيبه؟ بيعمل ايه الحكام؟ لا تطوير في الحكام ولا بينزل ملعب. انت جايب حد بياخد مش عارف 40,000 دولار ولا كام ما بينزلش اصلا يعلم حد في ما بينزلش يعلم حد يبقى انا جايبه ليه؟ مش موجود يا كابتن انا جايب ايوه ماشي انا جايبه دلوقتي ليه؟ عشان يحط لي جدول ده يحكم وده يحكم ده مش جايبه لك انت يا كابتن احمد. هو جايبه يطور الحكام المصريين. فين التطوير يا كابتن؟ من اخطائه فين التطوير؟ اخطاء اقول لك حاجه يا كابتن ماشي يا كابتن خلي بالك افضل فتره فيها اخطاء تحكيميه خلي بالك الاهلي والزمالك لو اشتغلوا بالتحكيم الانديه الصغيره تعمل ايه؟ اللي هي بتتغلب والانديه اللي هتنزل. ما انا بقول لك الانديه الكبيره هتفتكر النهارده نادي الزمالك والنادي الاهلي مستنيين ان الحكام يساعدوها او يدوهم ضربه جزاء. مش يساعد حد يا كابتن مش مساعده لا كابتن. لا ازاي انا مش عايز حد مساعده عايز عدل يا كابتن خطأ. يا كابتن عايز عدل. انا بتفرج على ماتش المصري والاتحاد 30 انذار واي حاجه وخلاص كل شويه انذار وكل شويه أيوة فاول ما خطا مين يطلع النهارده كل مدير فني هيطلع يا كابتن يبقى انت بتحط ايوه يا كابتن يبقى انت كليتنبرج بيحط بيحط الـ 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 الحكام او المسؤول عن الحكام. مين المسؤول عن الحكام عندك في مصر؟ ما هو الراجل ده يطور ده ينزل الملعب مع الناس. اللي يمسك صفاره ده لازم يكون فنياته عاليه لازم ما يعدل بين الناس ما يظلمش فرقه عن فرقه. طب اقول لك حاجه الممتاز به هو الراجل ما عندوش يا كابتن اسمعني بس يا كابتن ما عندوش انتماء يا كابتن قول معلومتك قول معلومتك ايوه انا هتكلم انا ما انت سيبني اقول برد عليك يا احمد طب اخلص ورد اخلص ورد يعني بعد اذنك دوري الممتاز اخطاء تحكيميه كبيره جدا جدا ممتاز به اخطاء جنايات في الممتاز به الثالثه في ناس خناقات واسام وفي انت عشان مش متابع الممتاز به والدرجه الثالثه ولا متابع الاحكام في الدرجه الثالثه طيب يعني متابع
في مشاكل ولا مفيش مشاكل في الدرجه الثالثه؟ في كوارث، في كوارث. طيب احنا ما طورناش حاجه، يبقى انت جبت حد وقع. احنا كنا بنتبطر على كابتن غندور وعصام عبد الفتاح. لا يا عم رجعوه تاني، رجعوهم تاني احسن لنا. يرجعوا مين يا كابتن؟ ما هو دول الناس دي مع برضه الخبراء اللي عندنا لهم مصلحه ان الراجل ده ما يفشل. الخبراء اللي عندنا دول مش عاجبين. ما هو جايبين واحد من بره هو ده اصلا عشان يعلم الحكام او ان هو يطورهم في اي حد. علمهم ايه يا كابتن؟ اي حد هيطلع اي حد هيفشل يعني عشان ايه؟ ايوه ما هو مش هيرضوا عنه. لا ليه ليه يا باشا؟ ما هو ده راجل جاي ليه؟ ما احنا عندنا برضه خبراء وعندنا ناس كبيره، فمش من مصلحتها ان الراجل ده ينجح عشان اعريه. هو عمل ايه يا كابتن؟ لان هيصدر لك الفساد اللي موجود يا كابتن. انت عشان تنجح انت النهارده الحكام تطورني وتعلمني يا كابتن. من ايام احنا ما كنا بنلعب، لكن الاخطاء يا فاروق دي مثلا ده جزء من كره القدم، يعني جزء من كره القدم. ان احنا انا لكن انا فرقه كبيره، انا بلعب على الدوري. انت بتقلله يا كابتن، انت بتقلله. ده زاد يا كابتن، ده زاد يا كابتن. انا بقلل الاخطاء انا اكسب. هو انا جبت جون والحكم لغولي؟ ده على فكره اقول لك على حاجه، اكتر موسم او المواسم اللي فاتت الحكام بتخاف الاهلي والزمالك يتغلبوا وهم بيحكموا. طب وده غلط على فكره. طبعا ما ده غلط. وعلى فكره بيدوا وقت ضايع كتير. ما عشان تبقى فاهم، لو الفرقه من الكبار كسبانه يدي قليل، وقت ضايع قليل. يا ساتر لو هم مغلوبين لازم يدوا وقت طويل، وقت ضايع. طب ما على اي اساس؟ انا ما شفتش تطوير للحكام من راجل من ساعه ما كريتنبرج ده موجود. ولا عشان انت شايف التحكيم كويس يا كابتن؟ عشان تطور خلي بالك، عشان كلمتك دي هتفضل موجوده معايا لغايه اخر الموسم يا باشا. التحكيم مش هيتطور والتحكيم بيبقى عامل خلي بالك، التحكيم بيبقى عامل مؤثر في حسم الدوري. تمام، شايفه كويس يعني؟ لا كابتن احمد. طب ما انت بتتفق مع كابتن يا باشا. ماشي، انا بقول لك التحكيم ما فيه اخطاء. بس انا قصدي ابص قصدي كابتن، ما تعلقش شماعه، ما تعلقش. انا قصدي يا فاروق ما تعلقش على التحكيم يا حبيبي. ده وارد ان انت تخسر بحكم. تمام، يعني لما الاهلاويه بيطلعوا يقول لك احنا خسرنا الدوري السنه اللي فاتت يا حكام، يبقى ما تزعلوش يا كابتن على الاهلي والزمالك. عشان ما حد يقول انت، ما انا بكلمك. بس انت كل ده فاهم، انت كنت بتعانيش من الحكام السنه اللي فاتت، ما تتكلمش عليها. الوقت لما اتغلبت ماتش او تعادلت ماتش يا كابتن، انا ما بتكلمش على الزمالك بس. انت كابتن فاهم ان انا بتكلم على الزمالك بس. انا بتكلم على الاهلي، على الدوري كله. ده انا جبت لك الممتاز بيه. الزمالك ماله ماله الممتاز بيه؟ تمام، ومالك من الدوري؟ وصلت كابتن احمد. طيب عايز اخدك كابتن ابو الدقه عشان برضو ما اخدش الحلقه في النقطه دي كتير، لان انا عندي كذا حاجه عايز اكلمكم النهارده على فوز بيراميدز. لكن اخد كابتن ابو الدقه في نقطه الصفقات الجديده بالنسبه للنادي الاهلي، ورايك ايه في فكره ان انت كنادي اهلي بتعلن ان انت في لعيب كنت خلاص قريب جدا ان انت تتعاقد معاه، ولولا الكشف الطبي طلع ان في بعض الامور ممكن تكون طبيه ما ينفعش ان اللعيب يبقى موجود معاك، فاعلنت عنها. رايك في خالد عبد الفتاح؟ رايك في الضو؟ لا ممكن الضو انا شفته لعيب كويس جدا، وخالد عبد الفتاح من اللعيبه الكويسه، وممكن اتفرجنا عليه في سموحه. اكيد لما بيجي في النادي الاهلي او انديه كبيره اكيد هيتطور، وعارف هو جاي النادي الاهلي بيلعب على بطوله، لازم يتحط تحت ضغط الفتره اللي جايه. لكن انت يا فاروق، انت بتجيب ليه ديفندر، او بتفكر تجيب مروان عطيه، او بتجيب بكرايت، وانت عندك ثلاثه بكرايت. لما اكرم يرجع بالسلامه هيبقى موجود، وعندك كريم فؤاد ممكن يلعب لك في الحته البكرايت، عندك محمد هاني وانا بعتبره عندك. لا صف الموسم الجاي، ما انت بتتكلم بقى لو انت بتبص للمسألة. لكن انت محتاج الوقت عشان انت رايح كاس عالم او بتلعب في بطوله افريقيا. انت محتاج الصفقات، انت محتاج يا فاروق في الحته بتاع صانع الالعاب، ومحتاج فرود بيعرف يجيب جون، فرود يتعامل مع الشبكه، بيتعامل في ال18. وده اللي احنا بنقوله لعيبه الاهلي والزمالك دايما، لما انت كل شغلك من على الاطراف. طب انا الراجل لما برفع مين اللي هيبقى موجود في الصندوق؟ الحته دي شفناها في ماتش انبي لما نزل شادي حسين، الوحيد اللي بيعملها. واتمنى ان هو ياخد الفتره اللي جايه، لان استمراره في الملعب او استمراره ان هو ياخد على طول اكيد هيطوره وهيزوده في المستوى في الفتره الجايه. لكن انت محتاج، انا شايف ان انت بتتكلم على مروان عطيه، لا لعيب كويس على فكره، لكن انت عندك احسن، عندك لعيبه كويسه، عندك ديانج بيعملها بشكل كويس جدا، عندك السوليه بيزيد. لكن انت مش محتاج في الحته دي، انت محتاج ان انت يكون عندك حد في الـ في الـ في الفرود ان يكون راس حربه كويس يقدر يجيب لك جول. اوكي، ده هو كابتن هيساعد في المنطقه دي؟ اكيد هيساعد، واكيد ولاعيب كويس. خلاص فتح كده كده عشان انا بعتقد، لكن اللعب في السموحه هيختلف عن النادي الاهلي يا فاروق، ان انت بتلعب بتاع دوران، ما انت طالب ان انت تاخد بطوله. كابتن احمد، النادي الاهلي بيعلن عن صفقات، حتى الان نادي الزمالك محتاج صفقات. الزمالك محتاج فرودين على الاقل، يعني او ما فيش يبقى فرود قوي جدا، يبقى موجود افريقي لعب منتخب، لعب يكون تقيل. نفسي يبقى في واحد رقم 10 موجود كمان مع نادي الزمالك، يبقى موجود في الحته دي. كمان نفسي يكون في باكرايت موجود، وطرف كمان يكون كل موجود كده. اه انت عايز فرقه كده؟
انا بقول لك تسالني رايي. يعني انت بتتكلم ان موسم الصفقات الصيفيه بالنسبه للنادي او الانتقالات الصيفيه للنادي الاهلي نادي الزمالك انا اسف كان غير ناجح؟ لا ناجح، لكن في انت كل فتره فيها انتقالات بيبقى في لعيب عندك مش موفق زي سامسون، خلاص انت جربت دور مش موفق معاك. اتمنى انت عندك كان قبلها زكريا الوردي، وزكريا الوردي مش موفق، ان هو الغلطتين اللي غلطتهم في المباريات الجمهور ما استحملش الضغط، الراجل مشي. اهلي وزمالك او زمالك محتاجه لعيبه تستحمل الضغوط، تستحمل الجماهير، تستحمل الناس، لان مش اي حد يلعب اهلي وزمالك. ممكن لعيبه كتير جدا كويسه، لكن اهلي وزمالك تتحط تحت ضغوط وتتحط تحت اعلام والكلام ده كله وجماهير، لا مش اي حد يستحمل. لازم يكون لعيب دولي وله مواصفات خاصه. وانا شايف في مصر الاختيارات نفسها بالنسبه للانديه احنا بنخسر فلوس كتير جدا جدا بسبب الاختيارات، ان كان بقى فيها وكلاء، ان كان فيها اي مصالح بتحصل، لكن الاختيارات نفسها عامله مشكله كبيره جدا وارقام كبيره جدا بتدفع للاعيبه والوكلاء الفتره الاخيره. يعني بتفق معاك في النقطه طبعا دي حقيقه. طيب الصفقات الجديده بالنسبه لنادي الزمالك بتطالب فرير ان هو يلعب بيها كلها؟ لا طبعا، ما فيش حد هيجيب صفقات جديده كابتن يلعبها كلها. انت جايب لعيبه كانت بتلعب اساسيه كابتن. هو طلع قال ما مش اي حد هيلعب برضو اول ما هتيجي انت هتيجي تلعب كده، ممكن واحد تستعمله فتره السنه اللي بعدها يبان معاك بشكل كويس ان هو ياخد لسه ويتعود على نادي الزمالك او يتعود على النادي الجديد اللي رايحه. لان انت مش كاتب لعيب الكوره برضو لما ما تلعبوش، انت مش هتلعب 10 لعيبه هتجيبهم وتعودهم. يحصل حاله من الحاله النفسيه بتاعته بتقل. هل وارد ان انت تجيب 10 لعيبه جداد تلعبهم في نادي الزمالك نادي بطولات؟ لا 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 طبعا. فاللعيب حتى مستر فيلا نفسه في المؤتمرات الصحفيه اتكلم وقال فيما معناه يعني ان بعض اللعيبه بتلعب لسه مش عارفه السيستم بتاعه او ما نفذتش السيستم بتاعه، عشان كده في بعض اللعيبه بتخرج تاني بعد ما بتشارك. اللي هيشارك ده اللي هينفذ الراجل بيدافع ازاي وبيهاجم ازاي، لان مش هتلعب كده وخلاص، مش صفقه جايه هتلعب وتشتغل. قبل ما اخرج بتحمل فريرا النتائج السيئه بالنسبه لنادي الزمالك؟ كل حاجه النتائج السلبيه او النتائج الايجابيه هو فريرا، هو المسؤول الاول والاخير. مجلس الاداره جاب لك لعيبه وانت موافق عليها او مش موافق عليها زي ما الكابتن ابو الدهب بيقول، وانا 100% اكيد الراجل موافق عليها. لو مش موافق عمره ما هيلعبها. انا لو مكانه عمره ما هيلعب لعبه انا مش موافق عليها. حمله يعني المسؤوليه طبعا بالنسبه للماتشات اللي فاتت. طيب هنطلع الفاصل يا كابتن، نرجع بعد الفاصل مكملين معاكم. عايز اتكلمكم على مباراه اليوم، وبالاخص طبعا اولى مباريات النهارده كانت مباراه بيراميدز وغازي المحله، واول مباريات بيشارك فيها طبعا باتشيكو كمدير فني مع فريق بيراميدز بيكسب بنتيجه كبيره جدا 4-0. اطلع لفاصل وكمل طبعا مع حضراتكم مباريات اليوم كلها مع كابتن مصر كابتن ابو الدهب كابتن احمد صالح. عادت من جديد مشاكل وأزمات التحكيم في بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم هذا الموسم، على الرغم من تعيين الخبير الإنجليزي مارك جلاتنبرج رئيس لجنة الحكام وتولي المهمة بعد رحيل عصام عبد الفتاح في الموسم الماضي. ولم يفلح تواجد الخبير الإنجليزي مارك جلاتنبرج كرئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة في إيقاف الأخطاء التحكيمية هذا الموسم بمسابقة الدوري الممتاز، خاصة بعد وقوع أكثر من خطأ تحكيمي لصالح قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك في الجولات الماضية بمسابقة الدوري، خاصة في مباراتي الأهلي أمام إنبي والزمالك أمام الداخلية. وزادت الانتقادات ضد الإنجليزي مارك جلاتنبرج كرئيس لجنة الحكام بسبب تواجده خارج مصر مرة أخرى طوال الوقت وعدم حضوره للقاهرة أو العمل داخل لجنة الحكام، والاكتفاء فقط بالتعليق على اللقطات التحكيمية المثيرة للجدل في كل أسبوع أو جولة بمسابقة الدوري الممتاز. بيأتي ذلك في الوقت اللي طلب نادي الزمالك اتحاد الكرة باستقدام حكام أجانب لإدارة مبارياته على نفقة الاتحاد، ويعلن تقديم شكوى للفيفا والمحكمة الرياضية الدولية فيما يخص أخطاء التحكيم المتعددة. فيما تقدم أكثر من عضو بلجنة الحكام بالاستقالة من منصبه في الأيام الماضية، فتقدم 3 أعضاء من لجنة الحكام الرئيسية باستقالتهم، وهما محمد فاروق وتامر دري وطارق سامي. وجت تلك التطورات الأخيرة في وقت بيتواجد الإنجليزي مارك كلاتنبرج رئيس اللجنة خارج مصر، فبيقضي أجازة الكريسماس برفقة أسرته.
طيب مكملين مع حضراتكم كباتن مصر كابتن محمود ابو الدهب كابتن احمد صالح. كابتن احمد صالح قبل ما اروح لكابتن ابو الدهب، هل ممكن لاعبين زي فتوح ما يكملش الموسم مع نادي الزمالك؟ لا اعتقد هيتم ترضيه فتوح وهيكمل. ممكن يكون غضبان شويه ترضيته بمعنى ان هو يعني عمليه مصالحه ما بين طبعا هتم مصالحه اكيد يعني اكيد، لان نادي الزمالك مش هيسيب لاعب مهم جدا جدا زي فتوح ان هو يفضل مثلا لو غايب او في شايفه ازمه موجوده دلوقتي زي فتوح طبعا تبقى ازمه. لكن اي نعم في ناس بدائل فتوح لعبه كبيره جدا جدا موجوده في نادي الزمالك، لكن فتوح من وجهه نظري من افضل اللعيبه في افريقيا في مكانه يعني، فلازم يتم حل المشكله بسرعه. واعتقد امير مرتضى او المستشار مرتضى منصور يقدروا يحلوا المشكله يعني. انا عندي خبر ان هو فتوح لغى المتابعه الخاصه بنادي الزمالك. وارد يعني فسخ عقده يعني عادي. لا طبعا. طيب عادي. بتبقى بوادر كده يعني بتبقى يعني الراجل خلاص بقى يعني اخذ قرار بحاجات معينه. لا لا ولا قرار ولا حاجه، ده وضع طبيعي ان هو زعلان. السوشيال ميديا بص طبعا يعني ايه تخليك يعني خليك تفكر يعني في حاجات كتير. لا ايه يعني تلغي المتابعه ده يعني عمل كده باسبوعه يعني. ايوه صح. ما بقطعكش اهو. في عقود. ما بقطعكش اهو. ايوه طبعا. انت هتقول ان هو مشي يعني خلاص؟ مش على مشي، هو راجل انت عندك احسن ظهير موجود في مصر وفي افريقيا النهارده، لكن لعيب كويس. الكلام اللي اتقال ممكن يكون اتقال بشكل ده بيوقع اكيد هيخوف لعيبه الزمالك الفتره اللي جايه، ان كل واحد لو في حاجه كل واحد هيستخبى. كابتن في يعني ده صح ولا انا غلطان؟ كابتن المشاكل موجوده في كل الاهلي لسه مش صرح. مش مشاكل. والمدير الفني في النادي الاهلي صرح مش عايز الثلاث لعيبه. ده مدير فني مش عاجبني اداهم. ده مش تصريح من المدير الفني ماسك النادي؟ ده تصريح من رئيس النادي. مش طيب قفشه لما كان في مشكله يا كابتن هنا وانا كل ما اكلمك على الزمالك تجيب لي سيره. ايوه طبعا ما دام سال وده مسال النادي الاهلي يا كابتن احمد بتكلم على يا كابتن ما دام سال وده مسال. انا لما اجي اقول مثلا الزمالك اقول الاهلي ما اقولش الزمالك يعني غمض على النادي الاهلي يا بقى. انت بيسالك لما يسالك عن النادي الاهلي انا مش ضدك على فكره، لكن انا المشكله ليه بنحط الاهلي لان الاهلي عنده ايوه ما انت بتكلمني على الزمالك بتقارن النادي الاهلي بلعيبه الزمالك. يا كابتن انت عايز تصدر لي الزمالك عامل مشكله بس يا باشا؟ ما في مشاكل احنا ما قلناش ما فيش مشاكل. ما احنا قلنا ان في مشاكل في النادي الاهلي وكان في لعيبه غضبانه وفي لعيبه مش هتقعد تقعد على الدكه مدير فني وفي لعيبه ما تصلحش النادي الاهلي. ما ده كله قلناه. اقول لك حاجه انا بكلمك دلوقتي ما قلناش الزمالك الناحيه الثانيه في كذا. اتفضل يا كابتن. اتفضل. انا عندي تصريح كولر ان هو يقول كده على لعيبته اقوى من تصريح مرتضى منصور بالنسبه لنا انا فنيا ولعيبتي. انا طب مشيهم. انت هتقدر تمشي ثلاث لعيبه في شهر واحد؟ لا طبيعي هتمشي واحد، الاثنين التانيين مكملين معاك نفسيا عارفين ان انت مش مقتنع بيها كمدير فني. ودي مشكله كبيره جدا وخطر جدا جدا. لكن في هنا مشاكل وفي هنا كل الانديه في مشاكل. كل الانديه في مشاكل. طيب عشان اتحول لماتشات النهارده، دي ماتشات برضو مهمه جدا احنا نتكلم عليها. فوز بيراميدز النهارده كابتن ابو الدهب 4-0. ها كانت المشكله في تكيس لما ما ده اللي شفناه. بس هو معوش 10 عصر سحريه انت يعني. لكن اربعه كتير. لكن واضح ايوه بس كابتن اربعه لا صحيح. واضح ان عنده شخصيه وعارف الدوري وعارف اللعيب المصري. فاكيد دي نقطه انطلاقه لبيراميدز في الفتره اللي جايه. طب ما تكيس كان عارف الدوري المصري وعارف لا بس في فرق بين مدرب ونادي عنده امكانيات. يا فاروق انا دايما من الناس اللي بقتنع يكون المدرب او المدير الفني اللي واقف على الخط اكبر من اللعيبه اللي موجوده. لكن انت ما تديش صلاحيات للعيبه يبقى اكبر من المدرب، وده اللي احنا شفناه الفتره اللي فاتت. هي النتيجه بتيجي كده ان كل اللي اتعمل او اشتغل عليه باتشيكو الفتره اللي فاتت نفسيه واللعيبه. واحنا قلنا بيراميدز من افضل اللعيبه اللي موجوده في الدوري المصري. لكن في لعيبه كان بتلعب بالغصب ولعيبه كبيره او بتحط اللي هي عاوزاه وبتحط التشكيل بتتدخل في بعض التشكيل. لكن زي مين يا كابتن؟ ما في لعيبه بتتدخل كتير في بيراميدز. بيراميدز زي مين؟ ما انت قولي. وبعدين بيراميدز يعني تعلق المعلومه ليميت رئيس بيراميدز ليميت رئيس. انت ما تعرفش مين اللي موجود او مين اللي بيلعب. او من النهارده لما يكون عندك لعيبه بالسكواد اللي موجود في بيراميدز لا انت تاخد الدوري وتاخد وتنافس على الكاس. وده اللي احنا شفناه الفتره اللي فاتت. معاك لعيبه كويسه. معاك رمضان صبحي، عبد الله السعيد، اسلام عايز معاهم توريدا من احسن الديفندرات اللي جايه محترفه ما يعرفش يجيبه لا اهلي ولا زمالك. يعني ده ديفندر لا ما انا عندك ديفندر يعني. كويس ديفندر لعيب كوره. ده ديفندر بيقطع وبيبص على قدام يا فاروق. ده اللي احنا اتفرجنا عليه. يعني عندك رمضان صبحي، عندك عبد الله السعيد، عندك ابراهيم عادل. عندك لعيبه كويسه جدا وكلهم منتخب مصر واسامي. لكن هي المشكله كانت في المدير الفني. المشكله كانت في المدير الفني يا كابتن. اولا انا ما كنتش مع التكيس خالص يعني. كل البرامج اللي كنت بتكلم فيها لان في بعض النقاد او المدربين كانوا بيتكلموا عن التكيس ده يمسك منتخب مصر ويمسك اهلي وزمالك. انا ما كنتش معاهم خالص في الفكره دي. لان انت فكره بتبدا بقى من تحت بطريقه لعبك ودايما كان بيضغط عليك من انت في دجله. وكانت المدربين كلها بتضغط وتاخد منك الكره وتخسر وبرده مصمم على نفس الطريقه. ما فيش تغيير
طريقه اللعب تغيير او النمط بتاعه او اسلوبه واحد بيشتغل بيه على حسب امكانيات اللعيبه اللي معاك وبعدين يشتغل قبل كده بيراميدز. بس هنا بيراميدز برضه كابتن عنده لعيبه اي ما اشتغل بيها ما ينفذ حاجه زي كده ما مشيتش معاه في المره الاولى المره الثانيه جه برضه ما مشيتش معاه. لكن النهارده باتشيكو لا اللي ادى باتشيكو المباراه هي غزل المحله لان في مشاكل في غزل المحله عن طريق بابا فاسيليو. الراجل مشي اربع خمس ماتشات كويس الدنيا كلها في مصر جريت وراه والدنيا كلها بتكلمه وعامله مشاكل غزل المحله. لا ده هو عشان بيخسر دلوقتي بيكشف اداره غزل المحله عشان بيخسر لا فيش مستحقات ما وانا قعدت مع الاداره عشان يدي الفلوس وشايف ان اسباب الهزيمه هي دي. لا لا ما اعتقد انا في رايي مش امور فنيه انا لا انا في رايي فنيه هو المسؤول الاول والاخير عن عن الهزيمه. معاه ناس محترمه جدا جدا كان كابتن صبري عيد او كابتن عمر عبد الله او ايا كان اللي موجود في المنظومه هناك. الناس هناك بتشتغل والجماهير كمان بتساعدك الجماهير جابته وشالته على الاعناق وكان موجود معاهم. تصريح زي ده يا كابتن يخلي اداره المحله توجهه الشكر. هو عايز يمشي انا لو مسؤول في غزل المحله هو انت دلوقتي في البدايه الجدول في البدايه كابتن فاروق مع اي فرقه ممكن تبقى صح. اول لكن مع تكمله الدوري هتقع لان انت الاتحاد وغزل المحله يا كابتن انت لو جيت تشوف لعيبه المحله بكام ولعيبه الانديه عدلي بقى كل الانديه الثانيه كلها ارقامهم كام طبيعه الحال في الجدول نادي المحله يا اما في وسط الجدول يا اما منافس فهي ده واقع الامر. لكن عشان الاول ضحكوا على الجماهير وبابا فاسيليو هيجيب الدوري وبابا فاسيليو بقى الثاني وبابا فاسيليو بقى لا هي الكوره مش كده يكون لازم في عقلانيه وفي انت عارف ان انت جاي غزل المحله ومتفق على الامكانيات دي ومتفق على الفلوس ده. لكن انا يعني انا مستغرب جدا الاعلام في مصر مستغرب جدا الحكم بسرعه جدا جدا على المدير الفني. هو يعني مثلا هو بيصدق الاعلام في مصر ان يشوف فريق لا انا هقول لك غزل المحله ده فريق كبير جماهيريا كبيره كابتن طبعا لا انت لما بتشوفه بيرجع بالشكل ده في البدايه بتبقى مبسوط عشان بس نبقى احنا انا شوف الاتحاد بنشوف المصري بنشوف الفرق دي غزل المحله انا مسكت في غزل المحله وكنا شغالين كويس جدا في غزل وجماهير دي تحرك الصخر لكن محتاجين برضو بعض الصفقات موجوده. كابتن ايمن رمادي في اسوان الراجل اشتغل كسب ست ماتشات ولا خمس ماتشات وخسر ثلاثه خمس ست انديه كلموه طب ما تسيبوا التجربه تمشي للاخر راجل مدرب كويس ومحترم جدا لكن سيب التجربه للاخر واحكم بعد كده ان التجربه ناجحه ولا فاشله مش من خمس ماتشات تقولي ده افضل مدرب في مصر. لا كابتن ايمن رمادي مدرب كبير ومدرب وتاريخه قبل كده في الامارات حاجه محترمه جدا جدا وراجل محترم جدا لكن انا عايز الناس تصبر شويه قبل الحكم على صفقه على مدير فني على اي حد ما تستعجلوش يا جماعه الناس صحيح. بتستعجل وتخلي الجماهير تمشي وراها في الـ في الـ في القرارات وفي العكس موجود بيبقى في عمليه كده من ان النفسيه بقت مش حلوه او كابتن الفريق بتاعه خلي بالك في عوامل بتخش فيها كابتن احمد يعني انت النهارده لما اسوان بتتالق وبشكل كويس جدا ابتدت الوكاله تخش تكلم اللعيبه يعني احنا ما كناش نسمع عن الكمون واللي هو ابو الحاج اسلام صلاح النادي المصري بيقول لك ازاي كنا اللعيب ده كان عندنا ويمشي فكل ده بتتكلم فانت دخلت الوكاله بتتكلم ان ده يروح الاهلي او ده يروح الزمالك كمل السنه كمل السنه معاك وركز وبشكل جيد. حاجه تانية مشكله المحله زمالك كابتن احمد دي مشكله مدير فني يا فاروق هم اللي وقع الفرقه من بدايه الموسم الراجل تالق وعمل نتائج كويسه جدا مع المحله شفنا جيل كويس وقلنا توسمنا خير ان في فرقه هتبتدي زي الاتحاد في بدايتها كان كويسه في بدايه الدوري نفس الطريقه مع المحله كان بيقدم بشكل جيد مدير فني برضه قال لك انا نفس على الدوري لما ابتدى تحصل مشاكل هل النهارده هل وانت طبعا. بتكسب ما كانش عندك مشاكل في النواحي الماديه او المستحقات يا فاروق مع دي انا التوقف ده فرق معاه وفي فرق توقف بيفرق بص يا فاروق بص يا كابتن احمد مدير فني وعارف هات لي مدير فني في مصر هيطلع يقول في مؤتمر صحفي انا اتغلبت النهارده عشان انا غلطت في 1 2 3 في لا في والله ما في والله في والله العظيم ما في كابتن احمد موجود وشغل في الدوري الممتاز هات لي مدير فني ممكن يقعد مع المساعدين بتوعه في الاوضه احنا غلطنا في 1 2 3 لكن مش هيقدر يقول على الملقي عارف ليه مش هيقدر يقول لان انت مطالب بالمدير الفني دايما مطالب بنتائج مطالب ان انت الاداره لو ما عملتش نتائج هتمشي فدي المشكله اللي موجوده لكن انت النهارده هتطلع تقول المدير الفني لا المدير الفني انت كنت شغال بشكل كويس كنت بتنافس وبتادي بشكل اداء جيد ابتديت تغلب نفس الطريقه لاسوان انت النهارده كان عندك سكواد لعيب كويس جدا وده تشكر مش تقليلا من الكابتن ايمن الرمادي مدرب كويس جدا لكن انت الاختيارات اللعيبه اللي جت دي بهيثم عرابي والكابتن ربيع ياسين اللي عمل فتره اعداد قويه قدر يوقف الفرقه على عليه ما كانش فيه توفيق لكن ايمن رمادي اتعامل نفسيا وفنيا مع اللعيب. طيب ماتش المصري والاتحاد النهارده ماتش جماهيري بين فرقتين دايما ما بينهم وبين بعض علاقه جيده كناديين
لكن في الملعب الوضع مختلف حتى يعني لما بيجوا وكابتن حسام قريب من الاثنين الطقم الثاني ابيض وده برضو الامور بالنسبه وكابتن حسام مسك فرقتين ولعب في الناديين النهارده رايك في الماتش ده ايه كابتن؟ لا خليني اقول لك يمكن انا اتفرجت على المباراه دي فاروق المصري يمكن انا بقول لك الله يكون في عون حسام حسن ودي انا بقولها لك وانا بقولها لك على هو حسام حسن بيجاهد هو وجماهير في بورسعيد لاداء ونتيجه النادي المصري ان انت تكسب بالشكل ده. النادي المصري محتاج صفقات الفتره اللي فاتت اللي جايه وصفقات كبيره. النهارده بتلعب بناشئين كتير على فكره يمكن احمد اللي هو جديد ولاعيبه بتادي بشكل جيد لكن حسام حسن ليه ربنا في الفتره اللي جايه. حسام حسن بامانه بيقاتل الفتره اللي جايه عندك لعيبه كويسه عندك لعيبه محترمه. النهارده بتلعب وبيجازف وبيهاجم والنهارده بيلعب الاتحاد وبيكسب 2-1 من ساعه ما جه. لكن انت محتاج صفقات محتاج مجلس الاداره في النادي المصري يقف بجوار حسام حسن الفتره طيب. اللي جايه رايك في ماتش برضو المصري والاتحاد انا شايف ان كابتن حسام حسن رغم ان في مشكله في حته الماديات الفتره الاخيره واحنا عارفين استاذ كامل ابو علي كمان يعني صرف على الصفقات مبلغ كبير جدا جدا مشاها كلها كابتن حسام كابتن مشاها ولا كلها ولا لعيب من الصفقات اللي موجوده بتلعب ماشي انا بتكلم على ان هو جاب صفقات كتير ما لسه مروان بدايه الموسم لا اللي مكسبينه النهارده ما صفقات جديده يعني مروان جايب له هدف مكسبه النهارده طبعا يعني مروان حمد والجلاصي جاي السنه اللي فاتت يعني اعتقد هي بتبقى وجهات نظر في بعض الصفقات بتبقى موجوده مميزه زي ما احنا بنتكلم لازم العين تكون كويسه اللي بيختار ده ولازم يكون متابع اللعيب قبل ما يجيبه لكن احنا الفتره الاخيره في كل الانديه مش في النادي المصري بس الصفقات كلها بتبقى في بعض في نسب منها مروان عطيه مروان حمد انا اسف اضافه صراحه للمصري لا السنة. مروان بيعمل مجهود كبير جدا جدا وفرود من الناس من الفراوده من الفراوده اللي موجودين دلوقتي في مصر لان العدد الفراوده اللي موجود دلوقتي في مصر يعني مش هقدر اقول لك ليه ما بينجحش في نادي زي الزمالك مثلا. لا هو ما بيستحملش الضغوط يعني هو نفسه اللي طلب المصري ضغوط يا كابتن هو اللي طلب ان هو يمشي المصري ضغوط لا الزمالك غير الزمالك غير الزمالك غير خالص لان يعني انت الزمالك مطالب ان انت تاخد بطوله المصري مش مطالب منك ان انت تاخد بطوله مطالب منك ان انت تكون في مربع ذهبي وهو يقدر مع كابتن حسام حسن يقدروا يكونوا في المربع الذهبي لان هو كابتن حسام حسن من المدربين اللي بينجح جدا مع المصري يعني. طيب هكلمك على فيوتشر كابتن ابتدي مع حضرتك فيوتشر وسيراميكا النهارده ماتش حلو ماتش تقدم لسيراميكا ثم بيعود مره اخرى فيوتشر وبيكسب بيكسب وبيكسب يعني بيحرز 3 اهداف وده يدل على ان فريق فيوتشر عنده الامكانيات الهجوميه موجوده بشكل كبير جدا انا شايف ان علي ماهر الفتره اللي فاتت دي كلها احنا عمالين نتكلم مدربين اجانب ومدرب لا احنا لازم نقف عند علي ماهر ان هو يشتغل بفرقه لسه صاعده وتوصل هنا وتاخد كاس الرابطه والسنه دي مكمل وتاني دوري بيلعب فيوتشر وبيلعب في الكونفدراليه كمان وبيلعب في الكونفدراليه السنه دي لا هنا لازم تقول في مدرب مصري ده لازم دلوقتي ارفع قبعه لعلي ماهر ان هو شغال بشكل كويس ده اللي احنا نسانده ده اللي احنا مدرب وطني ان احنا نقول فيه مدرب وطني محترم لكن انت مدرب اجنبي يلعب 5-6 ماتشات تقول لي افضل مدرب في العالم لا هو ده علي ماهر شغال بشكل كويس مع فيوتشر ايه مركز ثاني دلوقتي مركز ثاني ابقى اتكلم التجربه نفسها لعب 12 يعني لعب 12 مباراه في مركز ثاني حوالي يعني يفوز بسبعه 26 نقطة فهنا ما خسرش ولا ماتش يا كابتن هنا كمان اداء اللعيبه معاه اللعيبه بتتطور بشكل كبير جدا النهارده عبد الواحد بيجيب هدف بدماغه جميل جدا الهدف الثالث كمان عبد الواحد مش من الناس اللي بتلعب بدماغها اصلا يعني فاذا علي ماهر لا عامل حاله كبيره جدا لازم نتكلم على علي ماهر لازم تساند المدرب الوطني ده اللي لكن ما عادش اساند مدرب اجنبي جاي ياخد فلوس والاخر هات لي مدرب اجنبي مسك فرقه من تحت طلعها لي فوق في المركز الرابع حقيقي النهارده كانوا 2 مديرين فنيين انا بشوفهم يعني مديرين فنيين من مديرين فنيين الجيدين في الدوري الممتاز احمد سامي وعلي ماهر ادين بصراحه ماتش حلو يا فاروق ان هم مستقرين موجودين مع فرقهم عارفين فرقهم بيطلبوا التدعيمات اللي هم محتاجينها في بدايه الموسم لا عاملين شغل كويس وده نتيجته ان انت ممكن النهارده في فيوتشر بقى 26 بونت يعني بينه وبين النادي الاهلي 4 بونت يعني قريب جدا ان هو ينافس وخلي بالك النهارده السنه دي الدوري بقى قوي يا فاروق حتى انت النهارده لما تيجي تقول لي مين اللي هينزل ما تعرفش مين اللي هياخد الدوري ما تعرفش يعني انت في حتى البنات قريبه من بعض في منافسه قويه فاتمنى ان احنا لاخر اسبوع نشوف منافسه قويه على نهايه الدوري بين 3-4 فرق طيب تاخدوا فقره نمبر 1 معايا يا كابتن يلا ماشي يلا بينا ماشي افضل لاعب في مباراه بيراميدز والمحله النهارده كابتن رمضان صبحي ولا بلاتي توري ولا لاكاي فخر لاكاي بسرعة. لا تريد رمضان صبحي رمضان افضل ظهير ايمن في الدوري لغايه دلوقتي عمر كمان عبد الواحد ولا محمد الشيبي ولا شمس صلاح كابتن كابتن ابو الدهب
شاف هشام صلاح الشيبي. الشيبي افضل ظهير ايسر معلول ولا جوناثان ولا شكري؟ معلول. 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 اه طيب افضل مهاجم مروان حمدي، ديلسون، مكاموني ولا ايبوكا؟ انا مروان. مروان حمدي. مروان. برضو افضل مدرب لغايه دلوقتي كولر ولا علي ماهر ولا ايمن رمادي؟ لغايه دلوقتي انا علي ماهر. كابتن ابو الدهب يعني علي ماهر. علي ماهر. مدرب تتوقع رحله بقى قريبا؟ زوران، بابا فاسيليو، احمد ايوب. طبعا بالنتائج اتنين. ايه ممكن اتنين. مين قول؟ فاسيليو رقم واحد. ممكن كابتن ايوب. كابتن ابو الدهب. لا فاسيليو وزوران. فاسيليو. طيب افضل لاعب في مباراه النهارده من وجهه نظركم يعني. الياس الجلاصي في المصري ولا محمد رضا بوبو فيوتشر، رمضان صبحي في بيراميدز؟ افضل واحد يعني شايفه في الثلاثه. الياس. الياس الجلاصي. الجلاصي. كابتن انا هدي بوبو لان اديت رمضان صبحي قبل كده. تمام كابتن، انا بشكركم. كابتن ابو الدهب بشكرك. كابتن احمد صلاح بشكرك. دايما بنستمتع بيكم كابتن مصر. نتمنى ان شاء الله نشوف دوري ممتاز بيكمل بقوه زي ما احنا شفنا مباراه اليوم. بكره حرس الحدود والاسماعيلي، البنك الاهلي واسوان، سموحه وفاركو، طلائع الجيش والمقاولون العرب. هنكون معاكم بكره في البريمو وتغطيه هذه اللقاءات. تصبحوا على خير.